مش كتير. ودي الرسالة اللي بتقول لنا ممكن نبدأ. مساء الخير يا حضرات، أنا اسمي محمد عبد الرؤوف، أنا رئيس فرع مصر للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين اللي أنشئ عام 1999. الفرع ده أنشئ عام 1999 كأول فرع في المنطقة للمجمع الملكي البريطاني. عدد أعضائنا تقريبا 400. اجتماعاتنا بتتم بشكل دوري. من ضمن القرارات اللي أخذناها في إطار هذا المجمع إن احنا نتيح الفرصة لأعضائنا وغير أعضائنا إن هم يستمعوا إلى أطروحات قيمة اتنشرت بلغات غير اللغة العربية، ولكن لم تتح الفرصة لجمهور أكبر من القارئ اللي باللغة الفرنسية أو الإنجليزية إنه يعرف محتواها ويناقشها ويبقى فيه نوع من الجدل والمناقشة حولها. القرار ده احنا طبقناه قبل كده، والنهاردة أنا سعيد جداً إن احنا يبقى معنا الدكتور كريم الشاذلي يقدم لحضراتكم أطروحة في عالم الرسائل. لحضرات في رسائل دكتوراه وفي أطروحة، فرق بينهم كبير. واللي بيعمل رسالة ماجستير حتى أو دكتوراه ولا يطرح شيء يبقى لا يستأهل هذا اللقب. فالراجل اللي قاعد على شمالي ده دخل في منطقة شائكة، وأنا هقول لكم دلوقتي عمل إيه، وانتهى إلى أطروحة قيمة جدا. ده مش كلام أنا، ده تقييم دولي لكل من قرأ هذه الأطروحة، أخذت جايزة ونشرت. إن أطروحتك تنشر دي حاجة عظيمة. فأنا الحقيقة دكتور كريم زارني في مكتبي، هو عايش في سويسرا، وقال لي أنا عايز أدي لك حاجة كده، هدية بسيطة. كنت فاكره هيجيب لي شوكولاتة ولا حاجة، فجاب لي الهدية القيمة دي اللي موجودة في مكان مهم جدا في مكتبتي. وأنا الحقيقة ما قدرتش إيه غير إن أنا أتصفحها، واللي قريته فيها على قد فهمي يعني خلاني عندي حالة من الشغف والحرص إنه مش أنا لوحدي ولا الجمهور اللي بيقرأ فرنساوي بس، لأ ده جمهور أكبر أونلاين وأوفلاين يبقوا موجودين ويسمعوا ويكتفقوا أو يختلفوا مع طرحه في مسألة تتعلق بحيدة المحاكم. أنا عندي ثلاث أدوار كلها ثانوية النهاردة. الدور الأول إن أنا أرحب بحضراتكم. الدور الثاني إن أنا أديكم فكرة عن الفرع، قلت لكم الفرع ده أنشئ عام 1999، فكرتنا وقررنا إن احنا نناقش الأطروحات. والدور الثالث إن أنا أقدمه. الدكتور كريم يعني مستشار بالمعهد السويسري القانون المقارن بلوزان بسويسرا، مارس المحاماة وعمل أبحاث، وأهم شيء احنا بصدده اليوم هي الأطروحة الدكتوراه اللي نشرت عن حيدة المحكم. انا عايز انقل لكم بسرعة شديدة ما خرجت به من قراءتي لهذه الأطروحة. مش هتكلم عن اللي هو هيتكلم عنه مطلقا، ولكن هقول لكم لان هو ممكن تواضعه يحول دون ان هو ينقل لكم اللي بيتقال عنه، لكن انا هقول لكم الآتي. الراجل ده دخل في منطقة حيدة المحكم وقال أنا هشوف تصرفات المحكم، علاقات المحكم، وأراء المحكم، ومن خلالها وقف عند الشكوك. الحيدة دي أي مع الشكوك يا حضرات. الراجل ده من الشكوك عمل أطروح. إيه أهم المعالم بقى؟ هو عنده وجهة نظر تختلف وتتفق عنها، هتسمعوها منه، بخصوص هي جديرة بالمناقشة الحقيقة وجهة النظر دي، بخصوص حيدة المحكم اللي معين من الأطراف اللي بنسميه الوينج أربيتريتر مقارنة بالرئيس والمحكم الفرد. عنده وجهة نظر هو يقول لكم عليها. من المؤيدين
تدخل تشريعي إن كان له مقتضى في مجال الحيض والاستقلال. ما أعرفش هو عايز يبقى فيه تدخل تشريعي ولا، بس قال لو حصل يبقى تدخل تشريعي ناعم في هذه المسألة. هو كمان شايف إن القانون وحده في مسألة الحيدة لا يكفي، مهما حطينا، وهو هيقول لكم بقى إيه اللي محطوط عشان ينظم مسألة الحيدة. هو وجهة نظره إنه القانون وحده والقواعد وحدها لا تكفي لتنظيم هذه المسألة. وأنا وأسف إذا كنت ترجمتي رقيقة، أنت أنهيت رسالتك بتقول القانون بينظم وبيحكم العيب ولكن لا يمكن أن يضمن الفضيلة. يعني ننظم بقى عيوب الإرادة، ننظم المسائل دي كلها، ولكن الفضيلة مهما حطيت من قوانين وقواعد حضرتك مش هتضمن الفضيلة. وبالتالي لو أنا فهمت رسالته مظبوط، هو بيقول لنا إن العبرة الأساسية في هذا المجال هي ضمير المحكم مش بس القانون. عايز قبل ما أديله الكلمة يسمح لي أقول لكم، اللي كتب وأشرف على رسالته واحد من أهم أساتذة القانون المتخصصين في هذا المجال في العالم، اسمه بروفيسور بيير ماير من فرنسا، أكيد حضرتك يعني سمعت عنه وعارفة. في مقدمة هذا الكتاب نقل على لسانه ولسان زملائه اللي ناقشوا أطروحته، وقالوا الآتي. قالوا الراجل ده أطروحته الجديرة بالنشر اتسمت بالثلاث معايير التالية. أنا الحقيقة يعني ما قدرتش أمنع نفسي أن أنا قبل ما أقدمه أختم كلامي بيهم. قال في نضج في التفكير عند الراجل ده في المسألة الدقيقة دي، في، ودي عجباني جدا، في روح حرية وإبداع بل جرأة في تناول هذه المسألة. في ناس بتخاف تقول رأيها في الحتة دي بالذات، فهم قالوا الراجل ده مش بس عنده يعني حرية وإبداع في تناول هذه المسألة، ده كمان جرؤ انه يدي فيها أطروحة كمان. وقالوا كمان انه هذه الأطروحة اتسمت في مواضع عديدة ببراعة التحليل. لما يبقى عندنا بقى الكلام ده بيتقال وهو مش هيعرف ينقله يعني، او هيكسف يقوله، انا الحقيقة لما اشوف الكلام ده واقراه واتاكد من الكلام ده يعني موجود في هذه الأطروحة، قلت لازم بالتوافق والاتفاق مع زملائي في الفرع لازم يبقى في جمهور أكبر يسمعك يا دكتور كريم. ولهذا احنا سعداء جدا بتواجدك معنا، وعايزينك لو تكرمت تقول لنا عندك ايه في النظرية او المسائل النظرية والعملية بخصوص حيدة المحكم. تفضل. شكرا دكتور محمد عبد الرؤوف على هذا التقديم والثناء الذي أعتز به وأعتبره وساما على صدري. أود أن أبدأ حديثي اليوم ببيان بعض المشاعر والأحاسيس التي تعتريني. عندي إحساس بالشرف الكبير لأن أكون متحدثا في ندوة منظمة من قبل منظمتين عريقتين في مجال التحكيم، وشرف عظيم أيضا أن أجلس بجوار علم من أعلام التحكيم في مصر والعالم العربي بل والعالم أجمع، وأن يكون هو من يدير الندوة. فشكرا على وقته وتشجيعه، وهو أعلم أيضا مني بموضوع الندوة، ولكن نظرا لتواضعه تركني أتحدث فيها وأنا أنتظر رد تعليقه على ماذا أقول. ونستغل هذه الفرصة لنبارك له تعيينه أول أمس باللجنة المعنية بإعداد مقترحات لتعديل قانون التحكيم المصري، وهذا خبر سعيد في الحقيقة لمجتمع التحكيم في مصر. الإحساس الثاني هو إحساس بالحرج أو الرهبة، لأنني أتحدث أمام فطاحل التحكيم من القانونيين وغير القانونيين، لذلك أنتظر أن يضيف المشاركون في هذه الندوة
إلى موضوع الندوة بتعليقاتهم الآتية من خبرتهم العملية. قبل أن أتحدث في موضوع الندوة، أريد أن أقوم بذكر بعض المسائل الشكلية أو التنظيمية، أو كما يسميها الإنجليز الهاوسكيبينج. يعني أنا كنت أنوي أن أتحدث باللغة العربية الفصحى، ولكن بعد حديثي مع أخي أمس قال لي: إن تحدثت باللغة العربية الفصحى قد ينام المستمعون. وأنا قلت له أيضا سيكون هناك إخوة عرب ربما لا يتقنون العامية المصرية، ولكن قال لي لا، هم يتقنونها لأنهم يتفرجون على مشاهدين المسلسلات المصرية. يعني فما سأفعله اليوم إني سأمزج ما بين العامية والفصحى حتى لا ينام أحد ويكون الجميع سعيدا. موضوع هذه الندوة هو عن حيدة المحكم، وهذا الموضوع قد كتبت فيه أكثر من 400 صفحة، والحقيقة أنني في رسالتي لم أتناول كل المواضيع، لأن هذا الموضوع اكتشفت أنه واسع ومتشعب جدا، وأنا أظن أنه من الممكن كتابة رسالة أخرى في هذا الموضوع ومناقشة مسائل أخرى لم أتطرق إليها أو لم أتناولها بالتفصيل المطلوب. لذلك يعني أولا أطمئنكم أنني لن أعرض هذه الرسالة كاملة، بل سأتعامل بانتقائية معها، وسأختار بعض المواضيع التي أظن أنها لم تنل حظها من النقاش والاهتمام من جانب الفقه، أو بعض المسائل التي لي فيها رأي يختلف عن رأي الجمهور. ومن يريد التعمق عامة في هذا الموضوع فأنا سعيد يعني أن يراسلني من هو مهتم، لأن لديه مثلا بحث في المسألة أو قضية ينظرها، وأنا من الممكن يعني أن أشارك معه عناوين باللغة الإنجليزية المقالات وكتب باللغة الإنجليزية والفرنسية، وأحكام كثيرة كنت قد يعني جمعتها حين إعدادي رسالة الدكتوراه. طيب نبدأ بقى الندوة. أنا أعلم أن هناك يعني من غير المتخصصين بيننا، وربما سيكون هناك كلام فني معقد قليلا في هذه الندوة، فنبدأ بمثال بسيط يفهمه الجميع. تخيل أنك أصبحت ملياردير وقررت أن تكرس حياتك لممارسة هواياتك، وقررت أن تشتري ناديا لكرة القدم لتفوز به بالدوري المصري، فقررت أن تشتري أفضل اللاعبين في العالم. اشتريت فخر العرب محمد صلاح، واشتريت بنزيما، واشتريت أشرف حكيمي، واشتريت رياض محرز، وأتيت بأفضل المدربين بيورجن كلوب وجوارديولا وزيدان، يعني فريق فني مكون من هؤلاء المدربين، واشتريت أفضل ملاعب. يعني بالمنطق والمفروض أن هذا الفريق يفوز بكل البطولات التي يخوضها، ولكن مع ذلك فالخسارة واردة، بل واردة جدا في حالة معينة. ما هي؟ دعونا نتخيل هذا السيناريو. أول دقيقة في المباراة، أول احتكاك من مدافع فريق الأحلام، فريق الذي اشتريناه، الحكم يشهر بطاقة حمراء. الدقيقة التالية هناك عنف من مدافع الفريق الخصم ضد مهاجم الفريق، فيصاب فخر العرب محمد صلاح ويخرج محمولا خارج الملعب بعد الشر عليه. هذا سيناريو تخيلي. طبعا واحنا في ماتش السنغال، ماتش مهم طبعا، ولكن يعني هذا المثال، فيستطيع الفريق أن يخسر. هذا المثال بقى إيه ممكن يحصل إمتى؟ إذا كان الحكم غير محايد. لو انتقلنا من تحكيم كرة القدم إلى التحكيم القانوني أو التجاري فالمسألة مشابهة جدا. ممكن يكون موقفك القانوني سليم 100% كما نقول في مصر، ويمكن يكون عندك أفضل المحامين وتحجز لهم في فندق 5 نجوم، وتختار أفضل محكم يكون حائز على جائزة نوبل في القانون لو افترضنا وجوده، ما هو سيناريو تخيلي بقى. ولكن إن لم يكن هذا المحكم محايدا فتستطيع أن تخسر قضيتك. لذلك كان موضوع الندوة موضوع الرسالة يبدأ من هذه النقطة. نحن نكرس أوقات طويلة وألاف الصفحات والندوات لنتحدث عن القواعد الموضوعية، ولا نعير اهتماما كافيا بمسألة الحيدة. والحقيقة أنه بدون الحيدة فلا جدوى لكل هذه القواعد الموضوعية، لأن الحيدة هي التي تضمن
أن يتم تطبيق القانون على الوجه السليم، وأن يتم تفسير الوقائع تفسيرا صحيحا. وبدون الحيدة لا معنى لضمانات التقاضي الأخرى. ما فائدة مبدأ المواجهة إذا لم يكن القاضي مستعد أن يبني حكمه واقتناعه بناء على ما يقوله الأطراف، ولكن بناء على معطيات أخرى متعلقة بهواه الشخص وتحيزه. يبقى المسألة وضحت بالنسبة لنا أن الحيدة هي أهم شيء وتستحق أن نكرس لها وقتا. وكما أشار الدكتور عبد الرؤوف في مقدمته أنه يعني أنا حاولت أمسك موضوع الشك المبرر أو خطر عدم الحيدة وتعمق فيه، يعني القوانين كلها، وهذا ليس عيبا في القانون المصري، يعني هذا يعني في مونستريال وفرنسا وإنجلترا كذلك وسويسرا، يعني النصوص القانونية فيها إيجاز شديد تقول أنه يجوز مثلا رد المحكم إذا صارت شكوك. ما هي هذه الشكوك؟ أظن أن هذا النص لا يعين كثيرا الجهة المطلوب بها البت في طلب الرد، أو لا تعين المحكمة التي عليها أن تقضي في دعوى البطلان. إيه هي الشكوك المشروعة أو المبررة؟ هذا أمر يعني عبارة فضفاضة تحتاج منا أن نتعمق فيها وأن نبحث في أحكام القضاء لنحدد الاتجاهات ويكون عندنا قانون وقواعد أكثر تحديدا. فالمشكلة كمان أنه وجدت لما بدأت أبحث في أحكام القضاء إن المسائل المتعلقة بحادثة المحكم تثور بخصوص مسائل في مختلف يعني في منتهى التنوع، يعني قد تثور يعني مشكلة الحيدة بخصوص قرار إجراء اتخذه المحكم، أو بخصوص رابطة بين المحكم وطرف أو محامي أو محكم آخر، وقد تثور بشأن رأي أبداه. يعني فالمسألة متنوعة جدا، ولا يجوز أن نكتفي بعبارة فضفاضة مثل الشكوك المشروعة لكي ننظم مسألة الحيدة. نتكلم دلوقتي عن محاور الندوة، إلا يعني إن شاء الله ممكن 45 دقيقة مثلا ساعة نتكلم فيها. في كذا مسألة رئيسية أود أن أتحدث فيها، بما أن برضو نحن في محفل علمي والمجمع الملكي يعني مؤسسة علمية، فيعني أود أن أتعمق في مفهوم الحيدة. لماذا الحيدة؟ لماذا استخدمنا الحيدة كعنوان لهذه الندوة وليس الاستقلال مثلا؟ أو لماذا لم نختار الحياد كمصطلح؟ وكما يقول علماء الأصول، الحكم على شيء فرع من تصوره. فإذا أردنا أن نبني نظاما قانونيا للحيدة، فعلينا أن نفهم ما هي الحيدة وما هو الفرق بين الحيدة وباقي المصطلحات التي تذكر دائما معها. ثم سأحاول أن نفكر في كيفية تحقيق الحيدة وحماية الحيدة وكشف عدم الحيدة، وماذا يستطيع القانون يفعله. دكتور عبد الرؤوف حرق شوية نهاية الفيلم وقال القانون ده لا يكفي، واللي المسألة فيها مسألة أخلاق، بس هنشوف إزاي القانون ممكن يقدر يلعب دور في هذه المسألة. وطبعا سأتحدث يعني بقدر من الإيجاز عن أهم الحالات التي يتوافر فيها خطر الحيدة، والحقيقة أن الرسالة أكثر من نصفها في هذه المسألة، يعني أخذت مختلف الحالات وحاولت تحليلها على ضوء أحكام القضاء، ثم تتكلم عن المسألة الشائكة التي دائما ما تثير تساؤلات وانتقادات وجدل، التي هي موضوع المحكم المعين من قبل طرف. هل هذا المحكم مثله مثل رئيس الهيئة وتنطبق عليه نفس ضمانات الحيدة والاستقلال، أم أن له وضعا خاصا وقواعد خاصة تحكم؟ ثم أخيرا سنتكلم عن موضوع التنازل أو النزول عن التمسك بعيب عدم الحيدة. هي مسألة عملية مهمة جدا، وفي فرنسا أظن نصف الأحكام المتعلقة بالحيدة يعني تتناول هذه المسألة الهامة جدا من الناحية العملية. فنبدأ بمسائل نظرية ثم ندخل على المسائل العملية. فنبدأ بالحيدة. الحيدة وباقي المفاهيم، ما الفرق مثلا بين الحيدة والحياد؟ لماذا لا يرضيني استخدام كلمة الحياد؟
الحياد أظن ترجمة دقيقة لكلمة نيوتراليتي، والحياد كلمة لها أو مفهوم له معاني متعددة. تشترك في أن الحياد تقتضي موقفا سلبيا، يعني مثلا بالمعنى السياسي كنا لسه نتكلم عن الحياد وسويسرا قبل بداية الندوة سريعا. فالحياد مثلا عندما نقول أن دولة تقف على الحياد، فمعنى هذا أن هذه الدولة موقف سلبي، لا تتدخل في النزاع ولا تبدي موقفها بالنسبة للخصوم المتنازعين. فهل المطلوب من المحكم أن يقف على الحياد؟ لا، بالعكس، المحكم مطلوب منه أن يفصل في النزاع وأن يحدد من هو الطرف المحق ومن هو الطرف المخطئ. فالحياد ليست كلمة دقيقة. وكمان في ساعات في قانون المرافعات يستخدم مفهوم الحياد لبيان دور القاضي، هل يجب أن يكون القاضي مثلا دوره نشط أم أن يكون دوره سلبي يكتفي بإصدار الحكم. والحقيقة أنه حتى المعنى، معنى قانون المرافعات أو القانون الإجرائي، ليس مطلوبا من المحكم. المحكم يستطيع أن يكون له دورا نشطا، ولا لا أعلم أي حكم قضائي أبطل حكما مثلا تحكيميا أو رد محكم لأن كان له مثلا دور نشط ومثلا سأل الخصوم أسئلة. ما طبيعي يسأل الخصوم أسئلة إذا كان الهدف المحكم أن ينتهي إلى نتيجة صحيحة للنزاع المعروض عليه، فطبيعي أن يسأل حتى يتأكد أنه ألم بالقضية وفهم الأمور فهما صحيحا. يبقى الحيدة وأفضل من الحياد. الحيدة بقى تستلزم موقفا إيجابيا. الحيدة ده واجب على المحكم، يطلب بمقتضاه، يحاول المحكم طوال الخصومة التحكيمية أن يحيد أهواءه وأن يبقى منفتح الذهن ومستعدا لتغيير رأيه طوال الخصومة التحكيمية. طيب، الحيدة والاستقلال. الاستقلال في نظري ليس واجبا، ليس التزاما. ليه؟ الاستقلال حالة واقعية أو مادية تقتضي عدم وجود علاقات أو روابط مادية أو ذهنية أو اجتماعية مع الأطراف أو باقي الأشخاص المعينين بالنزاع. فالاستقلال يعني مش التزام. دلوقتي بنقول مثلا إن في شخص عنده مثلا علاقة مع طرف، مثلا علاقة قرابة، يعني المطلوب من هل إن هو يتبرى من هذا الشخص؟ لا، المطلوب منه أن لا يؤثر، أن لا تؤثر هذه الرابطة أو هذه العلاقة على صفاء ذهنه وعلى حكمه. فالمطلوب في النهاية هو الحيدة، هو الالتزام الوحيد المطلوب. والحقيقة إنه الاستقلال نستخدمه كثيرا في إطار الحديث عن القضاء الوطني، وأنا أرى أن هذا العرف الاصطلاحي له وجاهته، لأن دائما في القضاء الوطني تثور المسألة الاستقلال بالنسبة للسلطة التنفيذيه. ان في يعني في دول العالم كلها في بعض الاحيان يكون ان السلطه التنفيذيه لها سلطه وتدخل في شؤون السلطه القضائيه، فدائما المطالبه بان الا تتدخل السلطه التنفيذيه في شؤون السلطه القضائيه، لانها لو تدخلت قد تصبح السلطه القضائيه تابعه للسلطه التنفيذيه. هذا الامر غير متصور حقيقه في التحكيم، الا في حاله واحده اذا كان مثلا المحكم موظف عند طرف من الأطراف، هنا يكون ما فيش استقلال، يكون تابع. ولكن في معظم الأحيان لا تثور مشكلة استقلال بالمعنى الذي نراه في القضاء الوطني. وصراحة يعني الحيدة تختلف شوية عن الاستقلال. إذا كان الاستقلال حالة مادية فالحيدة هي حالة ذهنية أو معنوية أو نفسية. وفي تعريف جميل لمحكمة الاستئناف في القاهرة تقول أن الحيدة ميل نفسي أو ذهني للمحكم لصالح أو ضد أطراف النزاع، بحيث يرجع معه عدم استطاعته الحكم بغير ميل أو هوى. أنا أرى أن هذه العبارة بديعة، بالذات استخدام تعبير عدم الاستطاعة وليس عدم الرغبة، إنه كما قلنا الحيدة يعني مش هي مسألة أيضا أخلاق وقدرة. قد يكون مثلا الشخص راغب في أن يكون موحدا ولكن لا يستطيع، فاستطاع دي تشمل التحيز الواعي والتحيز غير الواعي الذي نسميه أيضا الـ unconscious bias.
تمام. فخلاصة الأمر وموقفي أن الحيدة أهم من الاستقلال، لأن الاستقلال مجرد وسيلة لغاية سامية هي الحيدة. الاستقلال يساعد على الحيدة ولكن لا يضمن تحقيقها. والحقيقة أن ضرر عدم الاستقلال لا يظهر إلا إذا اقترن بعيب عدم الحيدة. ولكن تفضيلي لمفهوم الحيدة راجع لأن مفهوم الحيدة أوسع وأشمل من مفهوم الاستقلال، لأن في حالات كثيرة تثور فيها شكوك بشأن الحيدة، وقد لا يكون للمحكم مصلحة شخصية، أنا قصدي آسف، لا يكون للمحكم أي علاقة مع الأطراف أو الأشخاص المعنيين بالنزاع. يعني مثلا دي أمثلة تأتي من الواقع العملي ومن أحكام القضاء الأوروبي. إذا كان المحكم ممن دلعوا في صياغة مثلا العقد موضوع النزاع، وكان أحد الأطراف يدفع ببطلان هذا العقد، فقد والمحكم ليست له علاقة بالأطراف ولكن له مصلحة شخصية في ألا يحكم ببطلان العقد حتى لا تثور مثلا يعني اتهام له بمسؤوليته في صياغة عقد باطل مثلا. إذا كان المحكم أبدى رأيا قاطعا في مسألة معروضة على النزاع، ما نسميه الإيشو كونفليكت، الآراء السابقة للمحكمين، هذه مسألة برضو ليست فيها أي مشكلة استقلال أو علاقة مع الأطراف، هي علاقة أكثر متعلقة برغبة المحكم في مثلا ألا يغير رأيه حتى لا يبدو متناقضا، فهي مسألة حيدة وليست مسألة استقلال. وقد يتصرف المحكم بطريقة غير منصفة لسبب غير معلوم حتى لنفسه، أي مسألة التحيز غير الواعي. فإذا الحيدة هي أوسع وأشمل، ونفضل أن نركز على الحيدة لأن التركيز على الحيدة فيه تذكير للمحكم بأهم واجب لديه في نظري خلال الخصومة التحكيمية، هو أن يبقى منفتح الذهن وأن يحيد أهواءه ورغباته في إرضاء طرف أو اتقاء شر آخر. إذن فالحيدة هي أهم شيء، ولا يكفي أن يملأ استمارة استقلال ويقول أن ليس لدي أي علاقات مع الأطراف ليكون المحكم يعني أدى دوره، لا، الحيدة هذا مسألة مختلفة تحتاج منه مجهود طوال الخصومة التحكيمية. يبقى خلاصة القول أن الحيدة هي الغاية النبيلة التي نسعى لتحقيقها. وبالمناسبة يا دكتور محمد، حاجة أنت في اللجنة، أنا مش هزعل لو سيبنا استقلال، يعني مش عايزين نلغيها من المادة بين 16 يعني، بس احنا في محفل علمي فنقول المسائل بقى كما يعني تبان، بس احنا طبعا لكل مقام مقال، والقانون موجه للعامة من القانونيين وغير القانونيين، فلو حذفنا الاستقلال ممكن الناس تقول ايه ده بيحذف الاستقلال، ده عايزين يبوظوا التحكيم، ده ليهم اغراض. انها كانت موجوده فانت بتشيلها بالظبط، تمام، انتهى بعد ما هي موجوده، فانت بتدي رساله ان ما بقيناش عايزين محكمين ايه. هي الرساله لو كنا بدانا بعدم وجودها كان يمكن تمام. وفي دول ما فيش غير الامبارشاليتي، افتكر انجلترا، بس مش عايزين نشيلها عشان ما يكونش في كلام، وكما يقول ايضا علماء الوصول لا مشاه حتى في الاصطلاح، المهم المضمون مش مهم المصطلحات، بس ايه ادينا بنقول راينا عشان الناس تبقى عارفه ايه المهم، ما نمسكش في حاجات تفاصيل صغيره، نمسك في الحاجات المهمه اللي هي الحيده. طيب قلنا الحيده دي اهم حاجه وعايزين نضمن تحقيقها، فيبقى دور القانون الآن إيه؟ إنه يحاول يحققها أو يكشف عدم الحيدة. بس هنا نحن أمام عدة مشكلات أو معضلات. بالنسبة لتحقيق عدم الحيدة، يعني للأسف أشارك معكم خبراً غير سار، هو أن تحقيق الحيدة مسألة يعني فوق قدرات القانون، هي مسألة أخلاق وتربية وقدرة، مش بس رغبة، فهتبقى المسألة صعبة شوي. بالنسبة لكشف عدم الحيدة، وعدم الحيدة إذا أردنا ترجمتها باللغة الإنجليزية هي ممكن تبقى actual bias، اللي هي عدم الحيدة الحقيقية مش مجرد خطر أو شك. أيضا هناك خبر صار لأن القانون ليس لديه أدوات مناسبة لكشف عدم الحيدة. ليه؟ لأن من غير المتصور أن يقر المحكم صراحة بأنه غير محايد. يعني في أمثلة نادرة جدا في القضاء على الاكشوال بايس، يعني كان في مره حكم قديم جدا كان محكم عنده اطراف نرويجيين وطلاينه،
فقال النرويجين دول يعني نعهدهم ناس محترمين وصادقين، اما الايطاليين دول كدابين. طبعا ده كان اكشوال بايس، ولكن هذه يعني مساله نادره جدا. فغالبا المحكم الواعي بانحيازه وعدم حيدته هو من الذكاء الكافي لكي يخفي حيدته تحت ستار من الاسانيد القانونيه. وبعدين يعني المكان الذي او الوقت الذي تظهر فيه عدم الحيدة والانحياز والتحيز هو غرفة المداولة. المشكلة طبعا انه في التحكيم القانوني بعكس التحكيم كرة القدم ليس هناك نظام للفار، فما ينفعش يعني لما يبقى في طعن مثلا بالبطلان او طلب رد المحكمين نشوف بقى انساس احط كاميرات في غرفة المداولة ونشوف كان بيتكلموا ازاي ومين كان يعني منحاز وغير منحاز، فده ما ينفعش. وعلى فكرة لو اتطبق نظام الفار هيتم كشف حاجة كبيرة جدا. وفي فرنسا في قضية شهيرة جدا يعني ربما يعني سمعتم عنها، هي قضية تابي. بدأت أحداثها يعني من حوالي 6 سنين بحكم توفى يعني من منذ شهور برنار تابي، رجل أعمال فرنسي، وكان قضية كبيرة ولها بعد سياسي. فحصل فيها يعني رفعت سيرة المداولات، واكتشفت علاقات ما بين محكم معين من طرف والطرف الذي عينه، وأدين مؤخرا على فكرة بحكم في نوفمبر 2021 المحكم معين من طرف، وكان رئيس استئناف باريس يعني أو رئيس استئناف فرساي يعني قاضي كبير يعني بالنصب والتزوير، لأنه أخفى علاقات كانت لديه مع الطرف الذي عينه. طبعا علاقات كانت علاقات مش مجرد علاقات عادية، لا كانت علاقات وفي تنسيق. وبالعكس وهذا المحكم كمان مشكلته ان هو تواطأ مع هذا الطرف لكي يخدع زملائه في الهيئة التحكيمية. احنا مش هنتكلم النهاردة عن المسائل الجنائية دي، لان طبعا نتمنى الا يكون القانون الجنائي هو ما يضمن الحيد. احنا عايزين قواعد مدنية، وما ينفعش كل ما يبقى فيه طلب رد نجيب بقى محققين ونيابة والتحكيم كده مش يعني مش هيمشي خالص، محدش هيبقى عايز يبقى محكم. فيعني دي حاجة استثنائية جدا. فكشف عدم الحيدة دي مسألة في منتهى الصعوبة. فإحنا إذا تطلبنا إثبات عدم الحيدة والأكشوال بايس، فتأكدوا أن مبدأ الحيدة سيتم انتهاكه يعني بصفة يعني شبه يومية. لذلك ابتدع القضاء مفهوم آخر لتخطي هذه العقبات، هو مفهوم الشكوك المبررة أو الشكوك المشروعة اللي دوت ريزونابل جاستيفيبل داوس. في برضو تعبير آخر اللي هو خطر عدم الحيدة أو ريسك دو بارسياليتي أو ريل دينجر أوف بايس. أنا حقيقة أفضل تعبير خطر عدم الحيدة لأنه تعبير موضوعي هدفه التركيز على الظرف اللي هو يخلق غواية أو إغراء لدى المحكم لكي يميل لطرف من الأطراف. ممكن أقطعك بس طبعا عشان أنا بس ما انساش وأقول لك إن محكمة النقد المصرية واضح أنها تميل إلى التعبير اللي أنت أشرت إليه. محكمة النقد المصرية اديتنا هدية كده، مش عارف كانت عارفة أنك جاي ولا لا، يوم 22 فبراير قالت لنا في تعريفها للحياد، المقصود بحياد المحكم، ممكن تزعل انت، لا مش عدم انحيازه الى جانب طرف او طرف بما يشكل خطرا حقيقيا يتمثل في احتمال الميل تجاه احد الطرفين، وحطت بالانجليزي the real danger of bias. فانت ايه يعني محكمة النقد عاملة شغل كبير جدا في هذه المسألة. طبعا لا الحكم ده يعني نبهني ليه، يعني انا ما كنتش اخدت بالي منه، بس من يومين نبهني ليه صديقي يعني وزميلي النابه احمد رضوان سلام فبعته لي. هو لم ينشر بعد على افتكر موقع المحكمه لانه لسه ما فيش شهر بس، لكن حكم هام جدا وانصحكم بقراءته. هو مهم في موضوع الرد وربما سنتناوله سريعا في هذه الندوه، ومهم ايضا بخصوص الماده الثانيه من الدستور والشريعه وكده، في كلام جميل جدا وأظن أنه في جزء منه جديد، بس ده موضوع تاني مش موضوعنا النهاردة. فيعني ممكن واحد يقول لي طب أنت عمال تتكلم في حاجات نظرية جميلة ملهاش فايدة عملية. لا أنا أظن أن مفهوم خطر عدم الحيدة ده له فايدة عملية. ليه؟ ميزة نفسية كبيرة جدا. إيه هي؟ أنت لما تيجي كمحامي تقول
يا محكم انت غير محايد، ممكن يزعل منك ويتنرفز وتبقى فيه مشكله ويقول له لا ده انا محايد ونص واشرف منك وانزه منك. واحنا شفنا في حكم على فكره نقض 2021 في قاضي تم رد وتم رد طلب الرد رفض، فرفع دعوه طالبا بالتعويض على على الطرف الذي طلب رد. فممكن الموضوع يتطور جدا، بس لما تقول انه والله ده في خطر عامل من الحايده، ده في ظرف موضوعي ربما يخلق غواية لأي شخص، فده بنخلي الموضوع أقل شخصنة وأقل حساسية بالنسبة للمحكم. وأنا كمحكم أقول له خلاص أنا متفهم وده ظرف موضوعي وأنا ممكن أتنحى. فأنا أظن برضو أن حتى استعمال المفهوم ده ليه ميزة نفسية وعملية مهمة، لأن بيبقى طلب الرد ده لا يكمن سببه في المحكم نفسه ولكن في الظرف اللي موجود، وده يعني حاجة ما نزعلش حد. تمام. طيب نشوف بقى متى يتوفر خطر عدم الحيدة، وهل هناك إمكانية لإعداد يعني قائمة بالحالات التي ممكن نعتبر فيها أن هناك خطر عدم الحيدة ويجب رد المحكم أو إبطال حكم. يعني طبعا أنا ما أعرفش لو كل الناس متخصصة في التحكيم، طبعا في طبعا ناس فطاحة في التحكيم معنا، ولكن يمكن سمعتوا عن حاجة اسمها الإرشادات أو الاي بي جايدلاينز، اللي هي إرشادات رابطة أو نقابة المحامين الدولية اي بي اي International Bar Association للي مش عارفها. فالإرشادات دي في منتهى الأهمية وحنتكلم عنها يعني النهاردة سريعا. هي إرشادات مهمة في مسألة الحايدة والاستقلال وتضارب المصالح أو تعارض المصالح، ولكن هي ليها حدود عشان الناس ساعات بتفتكرها يعني الحل السحري. لا، مش بالضرورة ان هي حل سحري، لان هذه الارشادات قواعد القانون المرن غير ملزمة، ولكن يشير اليها الاطراف كثيرا وتطبقها بعض المحاكم مع انها غير ملزمة بتطبقها، ومنها الحكم الحديث 2022 المحكمة اشارت الى هذه الارشادات. هذه الارشادات فيها ثلاث قوائم، يعني لو حبينا التبسيط يعني فيها طبعا أكثر من كده شوية، فيها ثلاث قوائم، في قائمة الحمراء والقائمة الخضراء والقائمة البرتقالية. في القائمة الحمراء في زي كده قرينة لوجود تضارب مصالح، في القائمة الخضراء في قرينة لعدم وجود تضارب مصالح، القائمة البرتقالية بقى إيه؟ يعني اللي هي أهم قائمة وأطول قائمة وفيها الحالات التي اللي هي في المنطقة الرمادية الجري زون. في القائمة البرتقالية في تعداد للحالات التي يجب على المحكم الإفصاح عنها، ولكن ليست بالضرورة دليلا على وجود تضارب مصالح، فهي مفيدة في مسألة الإفصاح ولكنها غير مفيدة في مسألة تقرير تواجد خطر عدم الحيدة من عدمه. فلذلك حتى في القضية اللي هي بتاعت 22 فبراير 2022 كانت المشكلة إن في رئيس الهيئة التحكيمية له بين بنت أخته أو بنت أخوه كانت تعمل في مكتب المحاماة الذي يمثل أحد الخصوم أحد الأطراف، فدي في القائمة البرتقالية. فالمحكمة انتهت إلى أنه كان على المحكم أن يفصح عن هذا الظرف لأنه في القائمة البرتقالية، ولكن نظرا لسياق القضية انتهت إلى أنه حتى عدم الإفصاح وهذا الظرف لا يكفي لرد المحكم أو إبطال الحكم. اسمح لي أقول للناس بس المحكمة قالت إيه عبال ما تشرب مية. المحكمة قالت هنا الكتمان، شوفوا الكتمان يرفع عن الأطراف عبء إثبات عدم العلم بتلك الوقائع. يعني لو أنت سكت أنت رفعت عنهم عبء إثبات إن هم ما كانوش يعرفوا. بس قالت الإفصاح واجب قانوني، ولكن مجرد التقصير فيه لا يرتب بطلان الحكم، يخضع بقى لتقدير قاضي البطلان. يعني في التزام عليك بالإفصاح، ولكن الكتمان هينقل عبء الإثبات، والتقصير مش بالضرورة يؤدي إلى البطلان. المحكمة تقدر بقى.
في دي نقطة في غاية الأهمية، وده حكم عظيم جدا ومسار للاتجاهات العالمية. ريشة المستشار الجليل نبيل عمران رئيس طبعا هذه الدائرة له أحكام كثيرة مهمة في مجال التحكيم في السنين الأخيرة، وهذا الحكم يعني مسير اتجاهات القضاء الإنجليزي في موضوع قضية هاليبرتون والقضاء الفرنسي من 2012، بيمشي على هذا الاتجاه أنه يفرق ما بين الإفصاح ويعني الرد أو البطلان. ممكن يكون في مخالفة لواجب الإفصاح وما يكونش في يعني جزاء الرد. طبعا في مشكلة بقى بيقولها الناس اللي ضد هذا الرأي، يقول طب احنا كده لو ما فيش جزاء على عدم الإفصاح ده كده المحكمين مش هيفصحوا، والمحكمين بطبيعتهم يميلوا لعدم الإفصاح طبعا، لأن من باب اللي هو يعني درى لشهاماتك تقيد أو استعينوا على قضاء حوجيه بالكتمان، أو عشان يقول لو احنا قلنا مثلا ممكن ينخر ورانا ويطلع حاجات تانية، أو ممكن يبقى حاجة ما لهاش أي قيمة ولكن مجرد ذكرها تنبه الأطراف وتظن ان فيها بقى مشكله وتصير الريبه مجرد. فهي المساله دي مشكلتها الوحيده. فممكن يعني دي مساله ممكن متعمقه شويه نفكر فيها، ممكن نتكلم فيها برضو في النقاش، بس طبعا نقطه في غايه الاهميه، وشكرا على بيان هذه المساله. يعني هي يعني فالاي بي اي جايد لاينز حاجه عظيمه جدا وبتساعد المحكمين كثيرا، ولكن انا لا اظن انه يمكن ان نعد قائمه مش للإفصاح لموضوع خطر عدم الحيدة. ليه؟ لأن كما ذكرت هذه القضية برضو الحكم النقد المصري قال إن يجب دائما أن ننظر موضوع عدم الحيدة، ننظر إلى سياق كل قضية وظروفها ولبساتها، لأن كل قضية بتكون مختلفة جدا عن غيرها. يعني ممكن مثلا تبقى المسألة فيها علاقة ما بين المحكم ومثلا الخصم أحد الأطراف، ممكن يبقى المحكم ده رئيس هيئة، ممكن يكون محكم عام من طرف، ممكن تبقى العلاقة دي قديمة، ممكن العلاقة دي قائمة. إزاي هتحط في قائمة كل هذه التفاصيل؟ لأن كل دولة فهي في نقط كثيرة جدا لا يمكن عدنا يعني حسب تصوري إذا هنحط قائمة شاملة مانعة لهذه المسألة. لذلك في الرسالة حقيقة ما أشرت إنه لو في تدخل للتشريع يبقى تدخل نعم، ما ينفعش نحط قائمة جامدة. يعني حتى في بعض الأحكام الأجنبية، الأحكام الإنجليزية بالذات، انتقدت الاي بي جايد لاينز لاعتبرتها برضو فيها جزء من الجمود، وعلى أساس أن مسألة الحيدة دي المرونة فيها مهمة وكل حالة مختلفة عن الأخرى، فيجب أن يكون دائما في مرونة في التقدير. يعني أنت بس عشان أفهمت النقطة دي، أنت تميل إلى أنه ما يبقاش في حصر ونترك هذه الأمور بنوع من المرونة في التقدير، مش قصده كده؟ يعني هو يكون في بعض المرونة، مش هنقدر نوصل لأي بي جايد لاينز في موضوع خطر مع عدم الحيدة، ممكن في الإفصاح، بس لأن الإفصاح محتاجين برضو يكون في وضوح عشان المحكم يعرف هيقول إيه. ما ينفعش يقعد الراجل عنده لازم يفصل في قضية موضوعية، ما ينفعش يقعد شهر يفكر أنا أفصح فيه، لازم يكون في قواعد جامدة حتى لو مش منطقية دائما. بس في الحيدة دي مسألة بقى إيه مش مستعملين عليها، ممكن القاضي مش لازم يكون عنده قواعد جامدة، المرونة فيها أهم. بس الفكرة بقى دور الفقه إنه يحاول يمحص كل نقطة ويتعمق فيها ويحدد اتجاهات القانون المقارن، فبحيث الجهة التي تفصل طلب الرد تكون على بينة من الآراء المختلفة في كل مسألة. فده برضو أنا بحاول أعمله في الرسالة، إنه أكتر من تلتين الرسالة باخد حالات مختلفة وأشوف الأسانيد اللي مع أو الأسباب التي تدعو إلى الرد والأسباب التي تدعو إلى رفض طلب الرد. بس طبعا في الواقع العمل الأمرية بتظهر ببعد واحد، فيها كذا بعد، فهي المسألة يعني مش سهلة، ولكن فكرتي إنه المرونة لازمة وليس ممكنا أن نقوم يعني بصياغة قائمة واضحة تبقى فاصلة ويقود الأمر الذي فيها تسفير. لا، لازم يكون فيها بعض المرونة في هذه المسألة. احنا هنشوف برضو في التفاصيل، لما نخش في التفاصيل في بعض الامور اللي هي واضحه ان ما فيهاش عدم حيبه، في امور تانية يعني فيها جدل اكبر. يعني قبل ما نخش بقى في تفاصيل كل حاله وكل ظرف ونوعيه الظروف، سواء بقى علاقات او روابط مع الخصوم او راي سابق مبدا في موضوع النزاع او تصرفات المحكم، انا عايز بس اتكلم عن ثلاث اعتبارات عامه ومهمه تؤثر في تكييف أو توافر خطر عدم الحيدة.
يعني من خلال قراءاته للأحكام القضائية وجدت أن في ثلاث اعتبارات تؤثر بصفة يعني مباشرة أو غير مباشرة في الأحكام المتعلقة بعدم الحيدة، لأن هو الحيدة ده ليس مبدأ أن نطبقه يعني بطريقة مجردة، هو جزء من قانون التحكيم ويخضع لخصائص قانون التحكيم وأهدافه العامة. يعني مثلا من أهم أهداف قانون التحكيم إيه هي؟ اللي بيسموه الفرنسيين إفيكاسيتي، ممكن نترجمها بالفعالية. إيه حكاية الفعالية دي أو الإفيكاسيتي؟ هو القضاء التحكيم هدفه أنه يفصل في وقت معقول دون نفقات كثيرة في النزاع. فلو كنا مثلا لأي خطر عدم حيدة، لأي شك بنرد المحكم مش هنعرف نفصل في القضية. فمبدأ الفعالية أو هدف الفعالية يميل إلى عدم رد المحكمين بسهولة. كذلك عدم مبدأ الفعالية برضو قد يكون له أثر في طلب الرد. مثلا ناخد حالتين، عندنا طلب رد في أول الخصومة التحكيمية وطلب رد في آخرها أو بعد صدور الحكم. أكيد تكلفة تبديل وتغيير المحكم في أول الجلسة ليس هو التكلفة إذا كان الحكم قد صدر، وساعتها هنضطر نعيد الإجراءات والخصومة من أولها. فدي برضو مبدأ الفعالية بتأثر في الحتة دي. فالفعالية إذن تدعو إلى التغاضي عن صغار الأمور والشكوك اللي هي غير قوية أو المخاطر اللي هي يعني لن تؤثر يعني في الواقع العملي أو المخاطر غير الجدية. يعني فعشان الوقت بيجري شوية، في نقطة تانية برضو حاجة مهمة جدا في التحكيم، هو حق الخصوم في تعيين المحكمين. ده مبدأ عالمي ومن خصائص التحكيم. احنا لو نسينا شوية القواعد الحالية المطبقة، الحقيقة ان مجرد اختيار شخص وتفضيله عن العالمين واختياره محكما هذا مما يثير الشكوك لو نسينا التحكيم والعمل. يعني من ناحية المجردة احنا عندنا قانون المرافعات المصري وغير المصري، كل قانون المرافعات بنعتبر ان لو الخصم اعطى هدية او اكل القاضي ده يصلح سبب للرد. طب هو تعيين ده شخص في منصب المحكم ده مش حاجة يعني هدية جميلة وقيمة بما فيها يعني من نتائج مادية وبرستيج وما الى اخره. فمن ناحية لو نسينا بس الموقف والعمل هي المسألة، ومش بالضرورة يكون في رابط بينهم، يعني لان مجرد اختيار الشخص شخص معين يخلق لدى المحكم يعني احساس بالفضل، وربما يخلق رغبة لدى هذا المحكم ان يرد الجميل الذي عينه ووثق به دون عن الاخرين. ولكن لو طبقنا المبدأ ده، ما ده احنا هنلغي بقى مبدأ تعيين المحكمين من الاطراف، وده مبدأ مهم جدا لانه بيدي كمان ثقة الخصوم في نظام التحكيم ويسمح لهم باختيار ناس متخصصة. فلذلك هذا المبدأ سيجعلنا يمكن ربما أكثر لطفا مع بعض الروابط ما بين المحكم وبعض الأطراف. فده مبدأ مهم يؤثر أيضا في تطبيق مبدأ الحيدة وتحديد مقتضياته. في مسألة أخرى مهمة في نظري أيضا هي جودة العدالة التحكيمية. أنا شايف وناس كتيرة شايفة أنه لكي تكون العدالة جيدة يجب إعطاء المحكم بعض السلطات، زي ما قلنا يستطيع أن يسأل أسئلة الخصوم، أن يلخص ما قالوه لتأكد أنه فهم ما قالوه، أن يقول لطرف أنه اكتفى يعني بالحديث في هذه النقطة، أن يثير من تلقاء نفسه سببا قانونيا يرى انطباعه. ما احنا لو كانت التحكيم عدالة جيدة فمعنى ذلك انه يتم تطبيق صحيح القانون على الوقائع، فنطبق القواعد القانونية المطبقة، فربما يقتضي ذلك دور نشط من المحكم. لذلك نظرا لأهمية يعني العدالة او جودة العدالة التحكيمية فقد نتغاضى ولا نشكك في مبادرات المحكم ولا ننظر له بعين الريدة. المحكم اللي مش عايز يعني يبقى له مبادرات هو حر، بس اللي يحاول يبقى له مبادرات ويبقى أكثر نشاطا المفروض ما يعني تبقاش عشان نقربها للزملاء. لو حضرتك في جلسة
عندك محكم قال لك يا سيدي افترض ان اللي بتقوله ده غلط، انت ممكن الصبح يطلب ردك، وممكن الناس متعوده على هذا، يقول لك يا سيدي ما تضيعش وقتنا في الحته دي، خلاص احنا فهمنا النقطه دي، افترض ان الكلام ده احنا مش هناخد بيه، صح يعني؟ فده محكم زي ما انت بتقول يا دكتور، عنده دور نشط، عنده سلطات، ممكن يمنعك تخوض في مساله، ممكن يكتفي بهذا القدر، ممكن يوجهك في حته تانية، وممكن بقى دي اللي ممكن يبقى فيها كلام يضيف من عنده حاجه يمكن انتوا ما اتكلمتوش فيها. ولا انا غلطان؟ طبعا طبعا، مثلا في مساله هنيجي نتكلم فيه، لان في ناس بيكون بيبصوا لها بعين الريبه، وفي احكام كتير قدام سائل اسئله كتيره للشيطان ما يسال. هو الراجل عايز يفهم القضيه وعايز يفهم اللي حصل، فلازم يسال بدل ما يتكلموا في حاجات يعني اوس جي خارج الموضوع، فيحاول يوجههم لنقطه مهمه وياخد رايهم. المهم بيسال ازاي؟ طبعا طبعا، ما يكونش لما يسال ما يبقاش ان هو عنده راي قاطع، لا يوضح ان انا بسال بستفسر، وضحوا لي انا فهمت صح ولا لا، دايما يكون يبان منفتح وانه ما يكونش اخد قراره، لان فدي نقطه برضو مهمه. تاذن لي كمان يا دكتور، في الواقع العملي احيانا بيبقى فيه توزيع ادوار، يعني انت محكم معين من الف، وفي سؤال محرج جدا انت عايز توجهه لخصم الف، خلاص؟ فالرئيس لما بيقعد في تحضير الجلسه يقول لا ما تسالش انت السؤال ده، انا هسال، خلاص، عشان يرفع عن الاكسبوجر تو او تبقى عرضه للرد، خلاص السؤال ده كويس وكلنا متفقين انا اللي هسال، او العكس يخلي المحكم الاخر يسال من عينه، والعكس صحيح. اتفضل. ماذا لو كان محكم وحيد؟ انت هنجيله بقى، دي هنجيله. تمام، شكرا على الاضافه. لا بالعكس، بدي بلحق اشرب ميه يعني، كويس يعني، يا ريتك تقطعنا اكتر من كده. ولا اضافات بصراحه قيمه جدا من الواقع العملي. انا راجل قعدت في المكتبات وقريت عشرات او مئات الاحكام، برضو في جزء عملي مهم واضافه مهمه جدا يعني للحدود. اسمح لي اقول للناس برضو، انا نسيت اقول اللي راجعوا رسالتك قالوا الراجل ده عمل تنظير للواقع العملي، يعني جاب الواقع العملي كده وابتدى ايه يطلع بيه بتنظيم. فموضوع الحيدة ده وتحديد أكثر عدم الحيدة ما ينفعش نحط قائمة ليه، لأنه لنا في اعتبارات كثيرة بتخش في تحديدها، اعتبارات ملاش علاقة بالحيدة اللي هي الفعالية وحق فشما بيوضح بس صعوبة المسألة، بس دي اعتبارات عامة يجب أن تكون في الاعتبار. نخش دلوقتي بقى إيه في الرسالة، الكلام ده كله يمكن اللي أنا قلته بقى لنص ساعة بتكلم فيه يمكن ما كانش 10 صفحات في الرسالة يعني، فبس حبيت أوضح لكم الفكرة جات منين، بحيث اللي حاول يقرأ في الرسالة يبقى فاهم الموضوع يعني إيه أبعده. فأنا في الرسالة زي ما قلت حاول أن أعمل تنظير الواقع، فغصت في أحكام المحاكم الوطنية أو المؤسسة التحكيمية لو كانت بتنشر أحكام المتعلقة بالرد، وحاولت أشوف الاتجاهات وأشوف الأسانيد التي بتستند إليها مختلف هذه الأحكام. فلقيت أن معظم الحالات التي تثور بشأنها مشكلة عدم الحيدة أو خطر عدم الحيدة يمكن ردها إلى يعني ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هي تصرفات المحكم أو أفعاله. المسألة الثانية علاقاته أو الروابط التي تجمعه بالخصوم أو الأشخاص المعنيين بالنزاع. المسألة الثالثة هي موضوع الإيشو كونفليكت أو الآراء السابقة التي أبداها في مسألة من مسائل النزاع المعروض عليه. هنخش كده بسرعة لأن طبعا الوقت ما يسمحش نخش في التفاصيل، دي مسائل كلها تفصيلية، باخد كل مسألة وحاول أفصصها يعني. ففي لو اتكلمنا في موضوع التصرفات المحكم فيها كذا نقطة، يعني احنا لسه اشرنا يعني سريعا الى مساله الاخلال بواجب الافصاح، ده تصرف من تصرفات المحكم. كما اكد الحكم الحديث فان الاخلال بواجب الافصاح عن الظروف التي قد تثير شكوكا حول حيدة المحكم واستقلاله، هذا الاخلال مجرد هذا الاخلال لا يكفي لإقامة أو لتوافر خطر عدم الحيدة. وإحنا قلنا إن لا يكفي، ده الحكم الحديث في يعني نقرأ الحكم، بصراحة عظيم جدا لأنه أكد على أهمية واجب الإفصاح. هو الحقيقة إحنا موجود عندنا في القانون أصلا، والطريف إن القانون المصري يعني متقدم
على قوانين أوروبية كثيرة، يعني هم لسه في سويسرا لسه مدخلين في نفس القانون في 2021 وجه الإفصاح، ما كانش موجود قبل كده، حصل تعديل تشريعي حديث. في الإنجليز كانوا بيتكلموا لغاية 2020 بيتكلموا هل يكون في واجب صح ولا لا. أوجب عليه الإفصاح. تمام. هو بيصحيك لو في القائمة البرتقالية. تمام. ليه يجب الإفصاح؟ لأن هي مسائل في المنطقة الرمادية. مسألة ما اقدر ممكن اعديها ومش واجب عليا ان انا افصح. لا يعني لا هي دي حطينا وقالوا دي ده اللون الاحمر ده اللون الاخضر وده اللون البرتقالي من ده من البرتقالي تشير الشكوك ليه وتبقى ما لا يعني والله هي دي الاي بي اي نفسها تجاوزتها. يعني هو في مسائل كتيرة، أنا رأيي إنه في نقطة مهمة إنه المحكم ده ليس محايدا بخصوص حيدته، يعني اللي يقول المحكم محايد ولا مش محايد ده مش هو اللي يقول، فلذلك هو يفصح ويخلي بقى الخصوم يقولوا والله إحنا نرد ولا ما نردش، ويبقى جهة مستقلة سواء محكمة أو مؤسسة التحكيم هي اللي تقول. فالمنطقة القوى البرتقالية دي أنا بصراحة شايف إن فيها حاجات مفروض تبقى في المنطقة الحمراء يعني، وبعد كده إيه المشكلة؟ طب ما نفصح، ولو وهو الميزة كمان إن في واجب طلب الرد لازم يكون في مثلا في خلال 30 يوم أو 20 يوم حسب القواعد المطبقة، وبيصدر الحكم سريعا وتنتهي المسألة، مش يفضل صيف مسلط على الحكم يجي يرفع دعوة بطلان ويلغى الحكم. فأنا شايف الإفصاح طبعا من ناحية العملية زي ما قلنا مجرد الإفصاح قد يثير شكوك عند بعض الأطراف التي تحب لدرس الخصومة، فدي مشكلة برضو موجودة عندنا، ولكن الأفضل وده اللي بيقوله الحكم في حكم يعني ممكن نكرر اللي قاله الدكتور عبد الرؤوف إنه بعد ما قال الحكم نقض اللي هو بتاع 2022 جبت النقطة قال إنه يجب الإفصاح يعني بلا جدال، وده واجب قانوني بلا جدال، بين الفائدة العملية من الإفصاح، وقال إن الحكمة من التزام المحكم بالإفصاح كتابة هي تحقيق الدليل على علم الأطراف التحكيم بالوقائع المفصحة، فدي في فائدة عملية عظيمة جدا إنه ينهي خلاص ولو الأطراف تعلم ولم تتحدث فيها ولم تتمسك بها فيسقط حقها في التمسك بها أمام قاضي البطلان. فهي ليها ميزة وليها عيوب، بس أنا شايف يعني هي أيضا من باب الشفافية الواحد يقول الحاجات الموجودة نعم لا تقبل الحصر، بس هي دي المسألة في الحكم ده لا كانت في القائمة البرتقالية كانت محصورة، طبعا القائمة البرتقالية لا تقبل أصلا، المشكلة هي دي على سبيل المثال، فمش كل الواقع مش معنى الواقع أو الظرف مش موجود في القائمة البرتقالية إنه ما فيش واجب بالإفصاح، بس في هذه المسألة يعني والله كمان المحامية قريبة رئيس هيئة التحكيم هنا ده كانت شريكة مش يعني أسوشيت، دي كانت بارتنر، فأنا شايف طبعا هو ساعتها رئيس الهيئه رد وقال انا كنت عميد كليه الحقوق والناس عارفه الموضوع ده فده معلوم للعامه فمش محتاج نفصح عنه، يعني الموضوع فيه كلام بس مش هنخوض في الوقائع يعني. بس فاحنا في الحكم نقض 22 فبراير 2022 يقول بوضوح ان تقصير المحكم في اداء واجب الافصاح لا يترتب عليه بمجرده بطلان حكم التحكيم، ولكن العبره بايه؟ العبره بالظرف غير المفصح عنه، ونشوف بقى هل يبرر في حد ذاته الرد او البطلان ولا لا، وده الاتجاه الذي يسري عليه القضاء الانجليزي والفرنسي منذ عام 2012، كان قبل كده كانوا متشددين في مساله الافصاح بس يعني مؤخرا قالوا احنا نركز اكتر على الظرف غير المفصح عنه. يعني عشان لو في بينا يعني معانا يعني غير قانونيين او يعملون في كمحكمين في مساله اتكلمت انا كنتش ناوي اتكلم عنها كتير بس فتحنا الموضوع، يعني البداية تكون نشوف هل المؤسسة لو تحكيم مؤسسة هل المؤسسة دي ليها قواعد بخصوص الإفصاح، يعني مثلا الاي سي سي غرفة التجارة الدولية من 2016 بقى ليها قواعد إفصاح خاصة بها، وعلى فكرة هي أكثر توسعا من الاي بي جايدلاينز، يعني حتى بعض المحكمين متضايقين منها لأنها متوسعة جدا، فبيبقى واجب الإفصاح إيه يعني أوسع وأصعب.
لو ما فيش قواعد في لمؤسسة التحكيم بخصوص الإفصاح ساعتها نشوف الـ IBA guidelines، ودي عندنا حكم نقض بيشير إليها، وكان في حكم سابق 2019 أشار أيضا إلى الـ IBA guidelines لإرشادات الرابطة الدولية المحامين. فدي يعني، وبعد كده توفر ظرف، والله نقول ممكن نقول في صحيح الظرف ده، ولكن هذا الظرف لا يؤثر على حيدتي، ليست لدي أي مشكلة في تحييد هذه المسألة ولن تؤثر على حكمي في النهاية. بس نقوله ونترك الرأي الأخير للخصوم أو للجهة المعنية بتنظيم التحكيم. ماشي. في بقى نقطة تانية جدا، نقطة تانية مهمة جدا، اللي هي تصرفات المحكم خلال الخصومة التحكيمية. يعني اللي هو مثلا أخد قرار إجرائي، استجواب شهود، المسائل دي قلنا اللي هي الأفعال أو التصرفات المتعلقة بالفصل في النزاع إحنا نفترض فيها بقى الأمانة وحسن النية، ولا المفروض يعني لا نجد فيها يعني خاطر عدم الحيدة أو ما يكونش فيها شكوك مبررة، إلا في حالات استثنائية. فالقضاء السويسري مثلا قال إن الأخطاء الإجرائية لا تكفي لرد المحكم أو لإثبات عدم الحيدة، ولكن إذا كانت هذه الأخطاء من الفداحة والتكرار يعني يمكن ساعتها ننظر في الأمر ويكون في يعني خطر عدم حيدة والمحكم ده يرد أو حكمه يبطل. بس بحسب الأصل ما فيش مشكلة في هذه التصرفات المتعلقة بالفصل في النزاع. في برضو طبعا الأحكام البطلان في هذه المسألة نادرة جدا، ففي حكم قضاء فرنسي لقيته يعني كان في مسألة متعلقة بتقدير قيمة لوحات فنية، والمحكم ما كانش له أي خبرة بالمسألة دي، فالمحكم ده تفادى طلب رأي الخبير، فالمحكمة اعتبرت ان تفادي رأي الخبير المختص وانت ما عندكش اي خبرة فنية في هذه المسألة ربما تشير الى عدم الحيدة. بالنسبة لتصرفات المحكم غير المرتبطة بالفصل في النزاع، زي ايه مثلا؟ يعني مثلا دي، وعلى فكرة في احكام وقرارات كثيرة في المسألة دي، مسألة طريفة جدا. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان في طرف بيقدم طلب رد ضد المحكم، فالمحكم يزعل جدا ويثور، ازاي تردني وانا راجل محترم واستاذ كبير في الجامعة او قاضي مخضرم، يعني انا راجل طبعا محايد، فيرد رد عنيف، فالطرف ده يروح مقدم طلب تاني، فبما ان المحكم ده كان رده عنيف وفي تجاوز على الطرف الذي رده، فالمحكمة او مؤسسة التحكيم ترد المحكم، تقبل طلب الرد مش الأصلي ولكن الطلب الثانوي أو الثاني، لأن المحكم تجاوز في الرد وفي التعامل مع طلب الرد. فنقول برضو للناس المحكمين خلي بالك، ممكن يكون فخ يرملكوا كده حاجة يعني طلب رد مش قوي فأنت ترد بعنف. هي من ناحية المحكم ولا من ناحية الخصوم؟ فيها أخلاق بس فيها برضو ضبط نفس، فيها برضو ضبط نفس، إن أنت عمرك ما تنزل لمستوى الخصوم، أنت راجل قاضي، فلو قال كده كلمة فيها تجاوز فأنت تشوف، لا لو شايف إن فيها وجاهة تنحى، لو شايف إنه ملهاش وجاهة ما تتنحاش، لأنك أنت برضو في طرف وثق فيك وأنت ما ينفعش تمشي على أي حاجة، وإحنا قلنا مبدأ الفعلية مبدأ مهم، فتمسك ونقول اللي يفصل بيننا يفصل مؤسسة التحكيم أو القاضي الوطني يفصل فيها، ولو احتاج القاضي الوطني معلومات أنا أقدمها له، أقول له والله المسألة 1 2 3 ده إحنا ما فيش علاقات قاضية، علاقة قديمة وده ما يأثرش خالص وكده. بس المهم برضو ضبط النفس، عشان كده بنقول إن هي أخلاق وقدرة، الحيدة وقدرة برضو. الدكتور أبو العين رحمة الله عليه مدير هذه المؤسسة لأعوام عديدة، مرة رأيته قدم ضده في قضية خارج المركز طلب رد، فعشان يديني خبرة قال لي اقرأ يا ابني دي. انا استغربت انه ايه بيديني انا اقرأ طلب والهجوم اللي موجه ضده، انا قريته وبقيت برعش ولازم، وكتبت له كام حاجة ورايح له بعريضة عشان يرد. فاللي انت بتقوله ده يا دكتور انك لا تستفز، لقيته هو في هدوء
لأنه كل رد هيقوله ممكن يؤدي إلى رده. فلقيته راح قال لي إيه ده اللي أنت كاتبه؟ أنت مش فاهم حاجة، الموضوع بيتاخد. فأنت عندك حق يعني، فلازم الواحد يبقى عنده زي الدكتور أبو عنين. لا، والفخ ده وقع فيه محكمين كبار جدا في قضايا اكسد وقضايا يعني ناس رد عنيف جدا يعني. فمسألة فعلا مش نظرية خالص، ده بتحصل كتير جدا. وفي مسألة تصرفات المحكم ممكن أكتر سبب بترد بالنسبة له المحكم. في برضو قضية حديثة في فرنسا يعني، باين في طرف من الأطراف لم يدفع تعاب المحكم، ففي خلال الخصومة التحكيمية رفع المحكم دعوى قضائية لإلزام الخصم. طبعا ده إطراء يستاهل يعني، ده حكم حديث يعني، بس دي حاجات تبقى نادرة يعني. المحكم رفع دي على طرف عشان يدفع التعاب طبعا، وطبعا اترد ساعتها على طول. دي جديدة يعني، أو في فرنسا يعني، هو بنشوف حاجات تم رده طبعا. يعني مسألة يعني ما يصحش ان هو يخش في نزاع، دي معرفة غالبا يعني غير قانوني يعني، لانه كان قانوني كان تنبه اليها يعني، انه ما ينفعش يكون في نزاع مباشر. لا لو وجود قانوني برضو يعني يلا، ما كانش حاضر نظريات المركز. لو كان حاضر نظريات المركز ما كانش وقع في الفخ ده. تمام، دي افعال المحكم. يعني في طبعا مسائل كتيرة الواحد ساعات لو حب يخش فيها ما عرفش الوقت يسمح ولا ايه. ممكن نخش على نقطة تانية سريعا جدا، هي مسألة استخلاص خطر عدم الحيدة من علاقات او روابط المحكم بالاطراف والاشخاص المعنيين بالنزاع. ده موضوع واسع جدا ويعني، فمش هفصل فيه يعني دواعي الوقت. العلاقات الروابط مختلفة جدا، في علاقات مادية ممكن يكونوا شركاء مثلا في مكتب محاماة، في علاقات اجتماعية سواء أصدقاء أو أعداء، ممكن تبقى علاقات شخصية، علاقات نسب أو مصاهرة، ممكن تبقى روابط وطنية يعني تجمعهم جنسية مشتركة مثلا، روابط علمية شاركوا في مؤتمر أو ندوة أو في كتابة بحث مع بعض. ففي أنواع كتيرة جدا جدا. فباختصار شديد واختصار أيضا مخل، العمل عليه على الأقل في القضاء الفرنسي أنه لا ينظر لكل هذه الروابط بعين الريبة. يعني بخصوص الروابط مثلا الوطنية، تمام، ما دي النقطة اللي هو بنقول إيه الفرق بين الاستقلال والحيد. مش مهم الروابط، المهم تأثير الروابط علي. فأنا لو عندي روابط يعني، ما الذي يضيرني إذا كان المحكم عنده روابط، إذا كان يستطيع أن يحيدها؟ عشان كده بنقول الاستقلال دي مش أهم حاجة، أو الروابط دي مش أهم حاجة، المهم هي تأثير هذه الروابط على ذهن المحكم. بس في مشكلة طبعا إن احنا ما نقدرش نعرف، لأن الأشخاص مختلفين، في اللي عنده أخلاق وفي عنده رغبة وفي عنده قدرة. بس هو القانون او القاضي الذي يفصل في طلب الرد ما يعرفش، فبيعتبرها يعني بيساوي بين الناس كلها. في نقطه لطيفه ممكن لو بما ان اشرنا للنقطه دي، في بعض الاحكام لرفض طلب الرد بتقول يعني هو صحيح في مشكله يعني، وربما في شكوك مشروعه، ولكن هذا مثلا ده استاذ كبير مثلا، كان على جابرييل كوفمان كوهلر، فقالوا دي أستاذة كبيرة أو ده راجل قاضي مخضرم. يعني المسألة دي برضو صعبة قوي يعني، ما لأن السمعة العلمية مش معناه أن الواحد عنده أخلاق عالية أو عنده قدرة على الفصل ما بين يعني رغباته وأهوائه ومصالحه. فيعني المسألة في أحكام كتيرة بتشير إلى يعني مكانة تاريخك وراءك، يعني عندك سجل حافل ما فيش مصداقية أن أنت تورما يعني. وإن كان في قضية يعني تفيش شهيرة، المحكم اللي أدين بالنصب والتزوير لغياب الحيدة، ده كان مستشار وكبير جدا ورئيس الهيئة، اللي ما كانش يعني منحاز ولكن ضحك عليه وخدعه، ده كان أستاذ كبير جدا ومحامي عظيم في التحكيم وكتب مقالات في الحيدة. فلأن المسألة جون دوني بودان رئيس الهيئة والمحكم كان بيير إستو، فهي العلم كان بيقولها غالبا أرسطو إن العلم والفضيلة حاجتين مختلفتين مش بدون اجتماع. بس ممكن لو انت بقى محكم قول الشير الى، او انت محكم مثلا فاشير الى تاريخك الناصع البياض او العلم، ولكن في نظر دي مش سبب يعني قاطع وحاسم. وياما سمعنا قصص من زملائنا ان في محكم واستاذ كبير جدا ويبقى في الجلسات يعني او في المداولة يعني مجرد محامي للطرف الذي عين.
يعني فالقضاء الفرنسي باختصار شديد وقلنا ومخل ايضا مساله الروابط الوطنيه او الجنسيه المشتركه دي بيعتبرها مش مشكله في القضاء الفرنسي، فيها احكام كثيره اشرت اليها في الرساله. موضوع الروابط العلميه ايضا القضاء الفرنسي بيعتبره مش مشكله ان يكون اشخاص يعني اشتركوا مثلا في كتابه كتاب مشترك او في تنظيم عمل بحثي او في شاركوا في ندوه. انا كان لي بعض التحفظات على المساله دي، ولكن يعني الوقت لا يسمح بالدخول في هذه التفاصيل. نخش برضو في موضوع بقى عدم الحيده المستخلص من الاراء السابقه المبداه. والحقيقه هذا الموضوع يصلح يعني وحده لندوه كامله، وهو اطول باب في الرساله. انا كنت يعني مش عايزه طويل، بس المشرف قال لي دي نقطه مهمه ما حدش كتب فيها قبل كده، فهتبقى رسالتك مهمه فطول فيها. فرحت له كده بنسخه اولى من الباب، قال لي لا ده مش عاجبني. كنت انا عامل له ايه بتاع 20 معيار طبقهم وتعرف ده في خطر عدم حيده ولا لا. جبت برضو من احكام القضاء معايير مختلفه وحاولت اصيغها بطريقه نظريه عامه. قال لي لا مش عايز نظريه عامه، لان موضوع الاراء المبدأ ده يصور بخصوص مسائل في غايه التنوع. وانت بتكلم ناس يعني، هو استاذنا بيير مايير استاذ عظيم طبعا اكاديمي وله مؤلفات كثيره، ولكن ايضا هو راجل له باع طويل في التحكيم من عقود يعني. فقال انت حقيقه الرساله بتاعتك دي ناس مهتمين بالواقع العملي وممارسين للتحكيم، فحاول بقى تاخد كل مساله وتفصلها على حده. فجت في الباب في الاخر طلع يعني مزيج ما بين الاثنين، عملت نظريه عامه وجزء نظري وفلسفي في الجزء الاول من الباب، والجزء الثاني اخذت الحالات المختلفه التي تثور في الواقع العملي. فالراي فالسؤال بقى لو حبينا نسال سؤال، هل لو انا اديت رايي في مساله معروضه في النزاع ده يؤدي الى توافر خطر عدم الحيده؟ الاجابه يعني الديبندز حسب الحاله، لان زي ما قلنا الراي المبدا ده قد يكون راي مبدا مثلا في حكم جزئي. انا عملنا بارشل اوورد واصدرت فيه حكم وقلت فيه راي، هل يجوز ردي؟ يعني كده مش هنخلص بقى، مش هيبقى فيه حكم جزئي. ممكن يبقى الراي المبدا ده راي فقهي بحت قانوني. طب ما هو الراي ده لما يجي نطبقه مع ما الموضوع ممكن يختلف. ممكن يبقى فيه خصومه موازيه parallel proceedings، ممكن يبقى فيه خصومه مشابهه، ممكن يبقى في حوار صحفي، ممكن يبقى متعلق بالقانون، ممكن متعلق بالواقع. ففيها تفصيلات كتيره جدا. ممكن يبقى دلوقتي الحكم ألغي مثلا بسبب مثلا مخالفته للنظام العام حكم التحكيم، او ألغي بسبب الاختصاص، فهل يجوز ان انا افصل فيه تاني مثلا؟ يعني في مسائل حكم ألغي مثلا لان الحكم التحكيم الاول لم يحترم مبدا المواجهه، هل يجوز ان انا افصل فيه مره اخرى كمحكم ولا اكون ابديت فيه راي؟ يعني فاخدت بقى كل مساله من دونه وحاولت اشوف كده احكام القضاء فيها والاراء اللي معه والاراء اللي ضد، واقول رايي دي مثلا تمشي، دي لا، دي فيها كلام. فده طلع بقى اطول باب في الرساله، فمش هنخش في التفاصيل لانه مش هنخلص يعني. وعلى فكره في يعني في رساله العام بالفرنسيه، قليل من يقرا الفرنسيه، بيت نسخه للدكتور عبد الرؤوف، وحدي نسخه ايضا ان شاء الله يعني بكره او بعد بكره لبيتي اللي هو القسم الفرنسي اللي حول القاهره، تبقى موجوده في المكتبه، فاللي عايز يروح بقى يصور سكان اي حاجه موجوده. وفي رسائل ثانيه على فكره نشرت بعد رسالتي باللغه الانجليزيه، المهتم ممكن اديله بعض يعني اديكم عناوينها لو حابين تتعمقوا في المساله، سواء لو انتم مهتمين بالمساله من ناحيه نظريه او من ناحيه عمليه. هم نشروا بعديه بسنه او سنتين، ففي بعض اطلع على رسالتي واتمنى يكون يعني اضاف وحدثها يعني. طيب نخش بقى في المساله الخلافيه اللي دايما، وحتى انا متذكر في الرساله في المناقشه كان فيها كلام كتير، موضوع البارتي ابوينتد اربيتريتور او الكوربيتر المحكم المعين من طرف. ايه حكايته ده بقى؟ طبعا هو برضو المساله دي محتاجه يعني كلام كتير وندوه، وانا على فكره يعني المركز نظم ندوه في مساله شبيهه من كام سنه، حاضر فيها استاذنا الدكتور جورج ابي صعب، وكان والندوه موجوده على قناه اليوتيوب الخاصه بالمركز، اللي يحب يعني يرجع لها ويسمعها، ندوه قيمه كانت عنوانها بعض المشكلات الاخلاقيه التي يواجهها المحكم. فده برضه يعني حبيت انوه بالندوه دي.
فالسؤال دايما يطور، هل المحكم المعلم طرف ده محكم مثل الباقين وتنطبق عليه نفس ضمانات وواجبات الحيدة والاستقلال ولا هو مختلف؟ فعشان يعني انا اتكلمت كتير فاحب اسالكم سؤال، يعني ممكن الناس اللي شايفين يعني اسال سؤال وتجاوبوا برفع الايدي، مين شايف ان المحكم المعلم من طرف زيه زي رئيس هيئه التحكيم مثلا او محكم الفرد ان هو ينطبق على نفس الضمانات او يجب؟ ومين شايف انه لا ده وضع مختلف؟ يعني ما تمام، دي نقطة أنا عامة شخصيا مهتم أستمع إلى آرائكم، لأن مسألة فيها آراء كثيرة وآراء كلها وجيهة بصراحة، بس أنا حبيت ألقي يعني عليكم بعض الأفكار اللي هي ممكن ما تبقاش منتشرة. لأن لما الواحد بيشوف أي كتاب في التحكيم بيبقى يقول لك إن التحكيم الدولي في اتفاق إن لا فرق بين محكم معين من طرف ورئيس هيئة التحكيم، وده كان في يعني يمكن في الأمريكا في التحكيم الداخلي أو زمان مختار، وده بيسموه معين يعني حتى في الاصلاح التحكيم الحر ده مختار، انما اللي بالعين المحكمه معين. تمام فدي نقطه، ففي اتفاق ظاهري انه لا فرق بينهم، بس لما الواحد يخش كده يمعن النظر ويقرا بعض الاحكام ويحاول كده يتعمق فيها يجد ان المساله مش بالوضوح ده. فانا حبيت جبت لكم بعض احكام القضاء السويسري. القضاء السويسري ده قضاء يعني محترم جدا، وانصحكم يعني لو حد مهتم بالمساله ان هو يعني يقرا احكام القضاء السويسري. اشمعنى القضاء السويسري مش القضاء الفرنسي مثلا؟ القضاء السويسري احكامه فيها تفصيل كبير جدا، يعني تسببها قوي. الاحكام الفرنسيه فيها ايجاز مخل، ساعات الواحد يعني لو مش متعود ممكن ما يفهمش الحكم فين التسبيب. اما القضاء السويسري ده ممكن تلاقي الحكم خمس ست صفحات وكاتب ويجيب آراء الفقه وأحكام القضاء الأجنبية أو أحكام القضاء الوطنية ويعلق عليها، فبتبقى إيه أكنه درس. ده اللي ده حكم الصغير، ممكن يبقى في حكم أطول يعني، بس كلام كله يعني في القانون يعني مش وقائع. وعلى فكرة طبعا الأحكام معظمها بالفرنسية بس مترجمة بالإنجليزي، يعني في موقع Swiss Arbitral Decisions في محامي سويسري بيترجم كل الأحكام التحكيم إلى اللغة الإنجليزية كاملة يعني، وترجمات قيمة. فدي برضو يعني اللي مش مهتم بالموقع ما لاقوش يقول لي وأنا أبعت له الرابط. فالقضاء السويسري أمام المسألة دي، وبرضو نقول كده كمان كلمة في القضاء السويسري، القضاء السويسري يمتاز بالواقعية يعني، والفكر السويسري القانوني يعني. هم في فرنسا في جزء نظري شوية، يمكن في سويسرا ناس عمليين أكتر، فبيبقى عندهم الجوانب العمليه مهمه جدا، فبنلاقي في التسبيب والفكر القانوني في يعني موازنه دايما ما بين متطلبات العمل والمبادئ الساميه العليا. فالقضاء السويسري تردد كثيرا في مساله وضعيه المحكم المعين قبل طرف، الى ان اتى في عام 2010 اصدر حكم اسمه فالفيردي، حكم هام جدا وقال كلام في منتهى الجمال. انا ترجمت لكم يعني أهم جزء في الحكم ده. في المحكمة بتقول إيه بقى؟ طبعا دي المحكمة الفيدرالية العليا اللي هي زي كده محكمة النقض عندنا. فبتقول إن المحكمة الفيدرالية واعية أن الاستقلال التام لكل المحكمين هو هدف سامي لن يتحقق إلا نادرا في الواقع. طب مش أنا اللي بقول ده، دي المحكمة الفيدرالية العليا في آخر موقفها، لأن في الأول قالت ساعات قالت ده مختلفين، لا ده زيهم، في الآخر قالت وقفت موقف وسط يعني. سواء شئنا أم أبينا فإن طريقة اختيار أعضاء هيئة التحكيم تنشئ رابطة موضوعية مهما قل شأنها بين المحكم والطرف الذي اختاره. كنا نقوله من شوية في خصائص التحكيم والحق في اختيار المحكم، ولكن مثل هذا الأمر مجرد نتيجة ضرورية لطبيعة التحكيم لا بد من تقبلها. يترتب على ذلك أنه لا يجوز رد محكم لمجرد أنه عين من قبل طرف، ولكن من ناحية دي بقى نقطة مهمة دي، ولكن من ناحية أخرى لا يمكن القبول بنظام المحكم الطرف الذي بمقتضاه يكون المحكم المعين من طرف غير مطالب بنفس الاستقلال والحيدة المطلوبة من رئيس هيئة التحكيم.
فكرة أن يكون المحكم مجرد محامي الطرف الذي عينه يجب رفضها رفضا قاطعا، وإلا كان ذلك تهديدا للتحكيم كنظام لفض المنازعات. أنا شايف التسبيب ده تسبيب قيم جدا وعظيم، ويعني نستحق يعني أن نفكر فيه. وأنا شايف هو عظيم ليه؟ لأنه في واقعية ودبلوماسية. الواقعية لأنه اعترف بالوضعية الخاصة والحساسة للمحكم المعين من قبل طرف، وفي دبلوماسية أيضا. ليه؟ لأن هذا الحكم استطاع أن يوجه حديثة إلى المحكمين وقضاة المحاكم الوطنية التي تراقب حياة المحكمين. استطاع أن يوجه حديثه للمحكمين ليه؟ بأن ذكرهم بواجب الحيدة ونهاهم عن تحولهم لمحامي للطرف الذي عينهم، وأيضا تحدث إلى الجهات التي تراقب الحيدة بأن طلب منها بعض الحكمة والتروي واللطف والوداع عند تطبيق مبدأ الحيدة على المحكم المعين من طرف نظرا لخصوصية موقفه. فده وزن بين الاثنين، يعني شايفه حاجة عظيمة. في أحكام تانية من المحكمة الفيدرالية في نفس الاتجاه. في حكم 2013 تقول المحكمة فيه أن وجود محكم معين من قبل طرف يسمح بوصول وجهة نظر كل طرف إلى هيئة التحكيم، وهذا مما يزيد تلقائيا من ثقة الأطراف في هيئة التحكيم. في حكم في 2015 برضو في منتهى الأهمية المحكمة الفيدرالية قالت فيه أن رئيس هيئة التحكيم يجب أن يحتفظ بالسيطرة المعنوية على النزاع، il doit conserver la maîtrise intellectuelle de l'issue du litige، وعلى المحكم المعين من طرف أن يشارك في اتخاذ القرار التحكيمي. يبقى في رئيس هو القائد والكوارميتري ده يشارك ولكن ما يستفردش بالحكم. ودي نقطة مهمة جدا، لأن في القضاء الوطني بيبقى ساعات اللي بيكتب الحكم هو قاضي المقرر، اللي هو ممكن يبقى عضو يمين أو شمال، ويبقى رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ما يكونش هو له دور المهم. في التحكيم ما ينفعش، لأن ما ينفعش نثق ثقة عمياء في المحكمين المعين من قبل الأطراف، ويجب أن يكون رئيس هيئة التحكيم هو الذي يسيطر على النزاع. وقالت أضافت المحكمة إن هذه قاعدة غير مكتوبة وقد يترتب البطلان على مخالفتها. حكم برضو في منتهى الأهمية. يعني في أحكام كتيرة مش هنخوض فيها، ولكن خلاصة القول إن فكرة خصوصية دور المحكم المعين من طرف ليست غائبة تماما عن التحكيم الدولي كما يعني نسمع أو نقرأ أحيانا. والحقيقة هذا أمر منطقي يتوافق مع معطيات علم النفس، كما قلنا أنه هناك في رابطة موضوعية رغما على المحكم تنشأ بينه وبين الطرف الذي عينه. نقطة مهمة بس حتى لا يساء فهمي، وقد أظن أن أسيء فهمي أو أسأت التعبير عن نفسي، يعني يمكن في الرسالة في بعض أعضاء لجنة الحكم الرسالة أنت كده بتنادي أن الناس ما يبقوش محايدين يعني، فلا هذا ليس مقصدي نهائيا. أنا لا أدعو المحكمين أن يكونوا أكثر تحيزا للأطراف التي اختاروهم، بل أدعو المحكمين أن يلتزموا بالأمانة وأن لا يقربوا الخطوط الحمراء. يعني ما يكونش فيه اتصالات فردية مع الطرف اللي عنده، ما يكونش فيه إعاقة للمدولة، ما يكونش فيه إفشاء لأسرار المدولة. فده اللي أنا رفضته. أنا بحاول أصلح الواقع، مش إن أنا أنزل القواعد. فكنت نفسي أرد على عضو لجنة المناقشة، قول لو أنت راجل يعني ما بتفرقش معاك خالص مين اللي هيعين، كمل كمل كده، أنت كويس جدا كمل. أنا بكلم الناس اللي هي بتترخص وتتساهل وما بتحترمش يعني أساسيات الحيدة. يعني أنا أوجه حديثي لهؤلاء. وأنا أيضا لا أقترح على مؤسسات التحكيم والمحاكم الوطنية ألا يطبقوا معايير الحيدة على المحكم المعينين من الأطراف. الحقيقة أنني عندما أتحدث عن المحكم المعين من قبل طرف فأنا أركز بالأساس على رئيسة التحكيم. أنا أطالب مؤسسة التحكيم والمحاكم الوطنية أن تكون أكثر تشددا عند تطبيق معايير الحيدة على رؤساء هيئة التحكيم أو المحكمين المنفردين، لأن دول دورهم مهم جدا. فدي النقطة. الناس إيه يعني، يمكن ظاهر الكلام إن أنا بنادي بالترخص والتساهل ونسيان الحيدة أو الأمان، لا خالص، أنا عايز نزود الحيدة ويبقى فيه التحكيم نظام أكثر حيدة واستقلالا ونزاهة. بس دي باختصار الفكرة الرئيسية. ونحب نتذكر الخصوم، بما إن في محامين أكيد معانا، إن لما بيكون المحكم دي حاجة يعني
قريتها يمكن في 20 مكان وسمعتها من 50 واحد، إن المحكم المنحاز في الحقيقة يضر بالطرف الذي اختاره. ليه؟ لأن عندما تكون الانحياز فاضح وواضح فيفقد المحكم مصداقيته، وعندما يفقد المحكم مصداقيته أمام زملائه في الهيئة فإنه يفقد أيضا تأثيره. فمش لازم يعني نجيب واحد يبقى يعني منحاز ومش خدمة بيقدمها لك بس. فيعني ممكن نبقى نفتكر في النقاش دي نقطة مهمة. دلوقتي ننتقل سريعا جدا إلى آخر نقطة، ونقطة عملية جدا التي تتعلق بالتنازل عن التمسك بخطر عدم الحيدة. يعني إيه اللي بيحصل في المسألة دي؟ إن بيكون في طرف بيخسر الدعوة التحكيمية ويبدأ يدور على أي حاجة عشان يرفع بيها دعوة بطلان ويحاول إبطال هذا الحكم. فيخش على النت فيلاقي معلومات ويكتشف إن المحكم ده في يوم من الأيام كان قابل طرف من الأطراف أو محامي من محامي الأطراف، فيرفع دعوة يقول هذا يعني شيء أنا لم أكن أعلم به، وهذا خطر على حيدته، وإن دلوقت أنا فهمت خسرت ليه، لأن المحكم ما كانش محايد ويطالب بالإبطال. فالمسألة دي فيها نقطتين يعني ممكن نتكلم فيهم بسرعة. في عندنا نصوص في قانون التحكيم المصري والفرنسي وأي قانون تحكيم في الواقع بتقول إن عندما يكون هناك مخالفة إجرائية فيجب على الخصوم أن يبادروا بالتمسك بها والاعتراض عليها والاحتجاج عليها، وإلا يسقط حقهم في التمسك بها بعد ذلك. ففي سؤال ممكن أولي يطرح، هل يجوز التنازل عن خطر عدم الحيدة؟ والله المسألة فيها برضو أراء. في البعض يقول إن قواعد الحيدة دي تتعلق بالنظام العام ولا يجوز التنازل يعني عنها ولا يجوز مخالفتها. وفي البعض الآخر يرى خلاف ذلك، يعني الدكتور فتحي والي في مؤلفه القيم يقول إنه لا يتعلق شرط الحيدة والاستقلال بالنظام العام وإنما بمصلحة الخصوم، ولهذا فإنه إذا توفرت عدم الحيدة وعدم الاستقلال في المحكم فإن على ذي المصلحة أن يتمسك بهذا العيب وإلا سقط حقه في التمسك به. وعندنا في إرشادات نقابة المحامين الدولية إنه يجوز التنازل إلا في بعض الحالات اللي هي القائمة الحمراء، في جزء منها لا يجوز التنازل عنها. أنا بصراحة شايف إن يعني لي رأي يمكن مختلف شوية. أنا شايف إن الحيدة فيها مصلحة للخصوم، فيها أيضا مصالح تتخطى الخصوم، مصالح للنظام القضائي أو القانوني أو مؤسسة التحكيم. يعني مثلا حيدة التحكيم دي في نظري لازمة لتعريف حكم التحكيم. يعني مثلا لو جبت واحد جاب زوجته ولا تبقى محكمة مثلا، وأنا والتاني قال أنا خلاص ما عنديش مشكلة متنازل، أنا كمؤسسة تحكيم أو كقاضي وطني أقول لا ده ما بقاش حكم تحكيم، ده الحيدة دي انت عالنك. أنا كنت تنازل صحيح عن خطر عدم الحيدة ولكن هذا الموضوع فاحش شوية، ولا أقبل يعني كمؤسسة إنه يصدر حكم تحكيم يكون فيه هذه المسألة، ده ممكن فيه إبرام بسمعتي. كذلك النظام القضائي قد يرفض في بعض الأحيان التنازل عن بعض المسائل التي فيها يعني تبعية فاحشة لأحد المحكمين تجاه الأطراف. في نقطة تانية مهمة برضو، أنا أظن أن التنازل ينصب على خطر عدم الحيدة، ولكن الحيدة لا يمكن التنازل عنها. بمعنى يعني ناخد مثال يمكن من الواقع العملي. كان في قضية عرضت على محكمة استئناف القاهرة، كان المحكم رئيس الهيئة كان زوج محكمة وأفصح عن ذلك ولم يعترض الطرف. محكم زوج محكم. زملاء في نفس الهيئة. نفس الهيئة. فأفصح بهذا يعني عن هذا الظرف ولم يعترض الطرف. كانت رئيسته ولا هو رئيسها؟ بصراحة. هو رئيسها. هو رئيسها. فاعتبرنا ماشي تم الإفصاح والطرف لم يعترض. فيجوز التنازل. انا بقى تفسيري بقى او يعني احاول اتكلم، يعني لو انا محامي في المنطقه دي او القاضي هقول خلاص انا تنازلت عن خطر عدم الحيدة
ولكنني لم أتنازع عن الحيدة. بمعنى إيه؟ إنما لا يجوز في دعوى البطلان أقول لا ده أصله هم يعني كابل دول ده زوجها وما ينفعش وما يقدرش يكسر لها كلامه وهي مش مستقلة عشان لها علاقات رابطة مع الطرف الذي عينها. ما ينفع. أنا خلاص تنازلت عن المسألة دي، أنا تنازلت عن خطورة إنه المحكم يميل إلى زوجته المحكمة ويمشي وراءها عشان يرضيها. ولكن إن كانت بقى إدارة الجلسات أثبتت إن في كان في عدم حيدة فعليا، أنا رأيي أنه يجوز أن ترفع دعوة بطلان وتقبل الدعوة. ليه؟ لأن أنا كطرف أنا وثقت في المحكم. مش كده نظريه، قلنا المثل ايه اللي يعني بان ان هم يعني قال مثلا طريقه في التعامل مع بعض ودخل فيها ايه. مثلا لو قال مثلا انه يعني نتخيل بقى مثلا يعني فاحش قال مثلا في الجلسات اللي تقولوا زوجتي هو اللي يمشي او اسكت انت يا محكم خليها هي تتكلم يعني ما او بيوجبها الى الطلبات الاجرائيه اللي هي بتقولها فبيستجيب اليها عاده مثلا. يعني عايز حضرتك تخالفها بكل وجود. لا ما اقدرش اقول كده، انا اتصور ان هي عملت راي مخالف ضده في القضيه دي ممكن يعني. فهي الفكره انه لو اثبتت الوقائع والخصومه التحكيميه انه لم يكن هذا رئيس هيئة التحكيم على قدر المسؤولية على قدر الثقة التي وضعها في أحد الأطراف، فساعتها يجوز أن تسحب الثقة ونقول لا إحنا تنازلنا عن قدر عدم الحيدة ولكن لم نتنازل عن الحيدة وإنت لم تتصرف كما كان يجب أن تتصرف. فالمسألة ممكن نفرق بيه، فكده يبقى حل وسط نجمع ما بين الآراء التي تقول بأن الحيدة مبدأ عظيم ولا يجوز التنازل عنه، وفي نفس الوقت عشان ظروف عشان الفعالية ما ينفعش نقول لا يجوز التنازل عن خطر عدم الحيدة وإلا مش هنخلص. إحنا محتاجين ساعات نختار محكمين عندهم خبرة معينة وقد تكون لهم علاقات، فمحتاجين دايما إن نقول هذه المشكلة ما فيهاش مشكلة ويبقى في تنازل ونطمن إن القضية هتمشي مش هيبقى في خطر إبطال الحكم في نهاية المسار. نقطة أخيرة ويمكن نختم بها، نقطة مهمة جدا في الواقع العملي، ويعني أنا في الرسالة يعني فصلت الأحكام التي تناولت هذه النقطة، هي مسألة العلم المفترض بخطر عدم الحيدة. يعني من 2013 لا تكاد تمر سنة في فرنسا إلا يصدر فيها حكمين أو ثلاثة. إحنا نفس الموضوع نفس المسألة، يصدر حكم يدين طرف فهذا الطرف يحاول إلغاء أو إبطال هذا الحكم التحكيمي، فيبحث على النت فيجد معلومة معينة تشير إلى أنه ربما يكون في خطر عدم الحيدة فيقدمها للمحكمة. ساعتها الطرف الثاني يقول له لا ده كانت المعلومة دي على الإنترنت والإنترنت ده متاح للجميع ومجرد ضغطة زر أنت هتلاقي كل المعلومات دي، فإحنا هنفترض أن أنت كنت تعلم بهذه المعلومة، وإذا كنت تعلم بهذه المعلومة ولم تعترض في الوقت المناسب فيعني التنازل يقع ولا يحق لك أن تتمسك بهذه المعلومة أو هذا الظرف في دعوى البطلان. فالحقيقة أن القضاء الفرنسي كان متخوف أن يستخدم البعض، يعني دي حجة كل شوية إيه يلاقوا كده يكون هو عنده المعلومة دي ويخبيها ويستنى لغاية لما الحكم يطلع مش على هواه فيطلع يقول لا ده والله ده كان فيه رابطة معينة ما بين المحكم وأحد الأطراف وكده. فالقضاء الفرنسي كان بيعتبر أن مجرد وجود المعلومة على شبكة الإنترنت ده يجعلها يعني متاحة بسهولة، وبذلك يعني يقام ويفترض العلم بها. يعني في أحكام كثيرة جدا تقول يعني سيتي سور إنترنت دونك سيتي تريز ايزيمون اكسيسيبل، يعني ساعات يقولوا ايزيمون وساعات تريز ايزيمون اكسيسيبل. والحقيقة فعلا إن المسألة دي طبعا أي معلومة على الإنترنت سهل الوصول إليها ما دام الحكم ما دام الموقع ده يعني مش محجوب او مجاني، فمجرد ضغط الزر اي واحد في البيت يطلع المعلومه دي. ولكن في احكام حديثه قالت لا ما مش عشان هو على النت فيبقى المساله يعني مفترض العلم بيها. وانا احب اذكر يعني في احكام فرنسيه بس انا هذكر لكم حكم سويسري
وانا الحكم السويسري ده انا بحبه لانه اشار لي رسالتي وتبنى رايي. يعني انا كنت بقول الفكره يعني في الرساله انه مش عشان الراي موجود على النت فيبقى الموضوع يعني سهل الوصول اليه، لان قلت من الناحيه الماديه هو مجرد ضغط زر هتلاقيه في ثواني، ولكن من الناحيه المعنويه انا ايش عرفني ان الراجل ده لا يعني هو النت ده بحر واسع من المعلومات. فالمحكمه السويسريه طبقت هذا المبدا في قضيه شهيره لسباح صيني اسمه سون يانج، سباح صيني كان تحكيم رياضي، طبعا بتكلم تحت يعني رقابه خبير التحكيم الرياضي في مصر. فهو كان مساله لها علاقه بالمنشطات يعني مثل معظم مشاكل التحكيم الرياضي حسب ما يعني فهمي، وطبعا حكم صدر ضده ادانه فحاول يلاقي اي عيب في الحكم. فقال انا اكتشفت بالصدفه بعد صدور الحكم ان المحكم الايطالي يعني عنده عنصريه ضد الصينيين يعني فقال وطلع حسابه في تويتر قال ده استخدم عبارات عنيفه تسيء الى الصينيين. وقال يعني هو طبعا المحكم الايطالي وعلى فكره كان وزير خارجيه ايطاليا يعني راجل دبلوماسي، فغريبه جدا ان هو يقع ويقول كان يتلفظ بكلام يعني فيه اساءه شديده للشعب الصيني. هو المحكم الايطالي ده كان من انصار حقوق الحيوان، وكان منتقد ان في الصين في عندهم مهرجانات لذبح الكلاب واكل لحمها، فكتب بقى على تويتر يعني تغريدات كثيره انظروا الى هذه الوجوه الصفراء الكالحة. يعني كل الكلام في الحكم على فكره حكم مفصل مترجم انجليزي كباقي الاحكام السويسريه، فانظروا الى هذه الوجوه الصفراء الكالحة التي تاكل الكلاب بلا رحمه ومش عارف ايه، واساء شويه للصينيين. فالمحكم قال والله دي كانت ده عند تويتر ده اي حد يخش عليه، ما كانش الحاجات مقفوله واي حد يعني ممكن يصل اليها، والعلم مفترض. وعلى فكره القضاء السويسري متشدد شويه مع الاطراف، يعني هو بيقول يعني القضاء السويسري اللي غير الاحكام دي بيقول لبختي اون دو فور دو كوريوزيتي، الاطراف وقع على عاتقهم واجب بالفضول فعليهم ان يتقص ويتحرك. دي مساله ثانيه برضه يعني بس مش فيش وقت نتكلم عنها. فكان القضاء السويسري يقول ايه، لا الاصل مش الافصاح، الاصل ان الخصوم دي حاجه تخصهم وحاجه مهمه فالمفروض هم يهتموا بنفسهم. بس هو القضاء السويسري برضه عنده نزعه ليبراليه شويه، فلازم كل شخص يهتم بمصلحته والفضول بقى واجب. فلا لازم هو فالمحكمه الفدراليه هنا قالت لا هو فضول مهم وكل حاجه، بس هو من ناحيه يعني هو كان ازاي يعرف السباح الصيني ده ان وزير الخارجيه عنده حساب تويتر ينتقد فيه؟ يعني المساله كانت صعبه منه. فهو اشارت بقى للجزء في الرساله اللي انا بقول ممكن يبقى الموضوع سهل الوصول اليه من الناحيه الماديه، ولكن من الناحيه المعنويه تبقى صعبه. ومش مطالب ان هو يعني لو كتب فرانكو فاتيني اسم المحكم وكان راجل وزير خارجيه هيلاقي مثلا ممكن مليون صفحه، هل مطالب يقرا مليون صفحه؟ انا كنت قلت كده بالتقريب يقرا 80 صفحه، يقرا يشوف اهم مكتب المحاماه بتاعه ويشوف يعني بس ما يبقاش الموضوع يعني فوق استطاعه البشر العاديين. فلذلك اعتبرت المحكمه الفدراليه انه لا ده كان ما فيش علم مفترض، فمعنى ذلك ان سون يانج السباح الصيني يستطيع ان يتمسك بهذا الظرف وهذه التغريدات المسيئه امام المحكمه الفدراليه. طبعا المحكمه الفدراليه طبعا فيها برضو كلام حلو قوي الحكم، يعني في تفصيل جميل، بس انتهوا يعني نهايه الكلام ان ده في يعني كلام فيه عنصريه، والابيرنس ان هو يعني في عنصريه وده في شكوك حول الحيده، فابطلت الحكم وعدت المحاكمه السباح الصيني امام التاس او الكاس محكمه التحكيم الرياضي بلوزان وادين. بس المره دي ما لقاش حاجه بقى يقولها والمحكم خلى باله وما قالش كلام على الصينيين، فالموضوع عدى. ليس بالضروره ان يكون وزير خارجيه قبل الدبلوماسيه، الغالبيه العظمى من الاحوال هو تعيين سياسي لا علاقه له. صحيح، بس يكون اتعلم من وظيفته، يعني هو جاي بتعيين سياسي ما اختلفناش، بس يعني ده مش سفير هيكوس. يعني ده طبعا ما المناصب في اوروبا بتبقى مناصب يعني مش ماشي في السفر، مش ما عندوش البروتوكولات والاتيكيت. بس هو طبعا طبعا
طبعا لازم ينبهك لازم طبعا لا بس يمكن يكون هيتعامل مع صفر ان هو مش سفير بس تعامل مع صفر ومتعلم منهم يعني. فهو المساله دي كانت مساله طريفه فقلنا يعني يبقى اخر نقطه هامه نتناولها. الوقت طبعا يجري فما لحقناش نتكلم عن مسائل كتيره، ولكن كما قال الدكتور عبد الرؤوف المساله الحقيقه ان القانون دوره في ضمان الحيده دور يعني له حدود كثيره، والمساله متعلقه بالاساس بالاخلاق والرغبه. ولا كان في وقت كنت هكلمكم عن موضوع اسمه الانحيازات المعرفيه كوجنيتيف بايسز، ده بصراحه منتهى الاهميه. وانا ادعو يعني المشتغلين بالتحكيم والقضاء ان يقراوا فيه يعني حاجه اسمها انحياز تاكيدي كونفيرميشن بايس، حاجه اسمها انكورنج. يعني مثلا واحد يقول لي اول معلومه فانا مثلا محكم فالاطراف قالوا حاجه فاول معلومه اخدها واعتبرها ده الصحيح، واحاول بقى اخد اي معلومه تانية تؤكد هذه المعلومه او الانطباع الاول. اسمه بيطوع الدعوه بالظبط، فيحاول يشوف كل الاسانيد او الدفوع من وجهه نظر التي كونها وما يقدرش يغير رايه طول ده. ففي مسائل في منتهى الاهميه ولكن احنا ما بنهتمش بيها دي. فانا بصراحه يعني يمكن النهايه متشائمه شويه، ولكن شايف ان لضمان الحيده احنا محتاجين علم نفس اكتر من قانون. يعني حضرتك شايف لا، عايز علم نفس اكتر من قانون، بس القانون له دور برضه، بس هو علم النفس مهم والاخلاق والتربيه طبعا في غايه الاهميه. بس يعني اشكركم على حسن استماعكم وتطلع يعني لاسئلتكم وتعليقاتكم. شكرا جزيلا دكتور كريم، انا شاكر جدا جدا، وانا يعني سعيد جدا بالمعلومات القيمه والعرض الشيق اللي انت ابديته الحقيقه. وانا قلت لكم انا حمارس ثلاث ادوار سنويه، الدور الثالث انا فشلت فيه الحقيقه، لان انا كنت مفروض ادير الجلسه واحترم التوقيت وما عرفتش اقطعك لان انا مستمتع الحقيقه. بس انا عايز ادي فرصه لحضراتكم لو تكرمتم ناخد فرصه كده ناخد اسئله، ونبدا بالدكتور المهندس المحامي احمد فتحي والي. اتفضل يا فندم. استاذ يحيى في اسئله هنا صح؟ ممكن تبقى اونلاين؟ طيب احب اشكر حضرتك على البرزنتيشن او العرض الشيق وطريقه الالقاء الجميله اللي يعني اعتقد لغه عربيه او عاميه، ما اعتقدش ان في حد نام. سؤالي لحضرتك، هل في الموضوع اللي اعتقد بعض الخلاف، هل في رايك هل هناك التزام على المحكم تجاه الطرف الذي قام بتعيينه؟ هل هناك التزام على المحكم تجاه الطرف الذي قام بتعيينه؟ شكرا. لو ما فيش أسئلة تانية هنا طيب ناخد أنت تفضل تاخد كله. ممكن ناخد كله. حاضر سيد سفير تفضل، بلاش عطلين أحسن يردوك بعد كده. برضو بضم صوتي للدكتور أحمد والي، وبشكر الدكتور كريم على هذه المحاضرة القيمة، بشكر الدكتور محمد عبد الرؤوف إن هو أتاح لنا هذه الفرصة. طبعا الواضح من الكلام اللي قلته ان الموضوع في البدايه والنهايه هي مساله يصعب ان يتحط ليها معيار واضح، لان حتى لما اشرت لحكم محكمه النقض محكمه الاستئناف القاهره قلت لا يستطيع، فالاستطاعه هنا نسبيه تختلف من شخص لاخر. انما انا سؤالي هو حضرتك تناولت كل الاوجه اللي قد تثار حول الحيده وعدم الحيده فيما يتعلق بالأطراف، وإذا استخدمت الديكة وسيلة في المحاكم بعد كده. سؤالي بقى، ماذا لو استشعر رئيس هيئة التحكيم في المداولة اللي ما فيش فيها فار بعدم الحيدة بتاعت أحد المحكمين المعينين؟ فهنا يعني المعيار هيبقى إيه؟ هنتعامل معها إزاي؟
لأن في أحيان كثيرة ممكن في العمل يحصل هذا الكلام. شكراً. شكراً سيد سفيد. أي أسئلة تانية من الحضور هنا؟ أي شكل يا فندم ندخل. تفضل. تفضل. أنا هركز على اللي هنا ده. أهلاً يا فندم تفضل. مرام الحقيقة يمكن أنا بمارس التحكيم من ثلاث زوايا. أولاً أنا فاصل في 131 قضية تحكيمية في القرارات كلها بفضل الله. لي عدد من المؤلفات في التحكيم أشهرها موسوعة الفارس 1200 صفحة. نفذت دورات تدريبية في أكثر من 25 دولة تربو على 1000 برنامج ودورة تدريبية. فيما يتعلق بالحيضة يمكن سيادتك ذكرت أنها الأهم. أنا أعتقد أنها من الأهم وليست هي الأهم. يعني أكيد لو جبت سيادتك محكم ليست له الخبرة الكافية هيبقى أشد خطورة. لو جبت محكم غير متفرغ مش هيحطينا الحكم الملائم وهكذا. وأنا بقول من خلال ممارستي ويمكن أنا هضرب مثل حصل معايا شخصياً وأنا كنت رئيس هيئة خماسية أن عدم الحيدة قد يكون متعمد وقد يكون بجهل. يعني أنا متعمد أن أنا ما بقاش محايد لأن أنا قابض أو لأسباب أخرى أو أنا مش عارف أساساً أن المحكم المفروض يبقى محايد. وأنا هضرب المثال الآتي. دكتور محمد عبد الرؤوف طبعا أستاذنا وأنا أشكرك على حسن الإدارة ولكن الهيئة اللي أنا كنت مترأسها دي تفاجأنا في إحدى المداولات إن أحد أعضاء الهيئة تسير الخروج والدخول وكان عضو هيئة التدريس في جامعة وكان جنسية عربية. فباعتبار رئيس الهيئة سألته وقال له هي إيه الحكاية؟ قال لي يا دكتور أنا في حاجات ما بقدرش أخذ فيها قرار فبستشير برجع للاختارني. نهار أبيض أنت سيادتك بتطلع تقول اللي إحنا بنقوله هنا في المدونة؟ قال لي آه. وبتاخد رأيه؟ قال لي آه. فهرد على معالي السفير في الحتة دي إذا استشعر رئيس الهيئة أو أي من أعضاء الهيئة وجب طرح مبدأ عزل المحكم على الطاولة وفعلا إحنا فعلا رفعنا جلسة المدولة وأخذنا قرار بعزل هذا المحكم. أنا أشكر سيادتك يا دكتور محمد على أنك أتحت لنا فرصة حضور هذا اللقاء الهام وأشكر ليك يا دكتور كريم على حسن العرض وأشكر لحضراتكم أنكم استحملتونا دقيقتين. شكرا. شكرا جزيلا يا فندم. كان في حد. شكرا يا فندم. حاضر حاضر. ندي ليديز فيرست. تفضلي يا فندم. وبعدين تلمستي وقلت لي انا بفكرك من 50 سنه درست لي 50 سنه. انا طبعا سعيده جدا جدا. من كام سنه مش هقول طبعا. أيوة. عدد السنين سنة واحدة دكتور محمد طبعا كان هو دكتوري في الاي دي اي. اديله سؤاله على طول عشان احنا مستعجلين. اه لا لا بس برضه يعني مش عايزه اقول لحضرتك انا جايه اصلا عشان خاطر حضرتك موجود وساعدت اكتر النهارده بوجود حضرتك دكتور كريم. انا ممكن عندي اسئله كتيره جدا بس طبعا مش هينفع ان انا اطرحها على طول. ممكن يعني استاذن حضرتك لما نخلص. ولكن عندي توصيه. أنا كتير جدا أنا طبعا بدرس التحكيم بالفرنسية أكتر باللغة الفرنسية والعربية أكتر وبلاقي طلبة كتير عندي عندهم مشكلة إن كل المراجع اللي بتبقى موجودة بتبقى يا إما فرنسية أو أنجلي. فحابة قوي إن المراجع المهمة اللي بتبقى أبديتد زي المرجع بتاع حضرتك اللي هو تقريبا الامبارسياليتي حابة إنه يكون برضو باللغة العربية أو إن إحنا نعمل لهم ترجمة باللغة العربية. وأنا عندي استعداد إن أنا أساهم في ترجمة المرجع باللغة العربية عشان كمان نساعد بيه طلبة بتوعنا اللي هم ما عندهمش خلفية عن اللغة الفرنسية. ودي توصية طبعا. شكرا. شكرا جزيلا. أنا عندي اقتراح في الحكاية دي بس هقول لك في الآخر عشان نجاوب على تفضل يا فندم. بعدين ناخد سؤال هنا. حاضر تفضل. بعدين في مجموعة أسئلة أونلاين أنا هجمعها لك كده قبل ما ترد على دول. تفضل يا فندم. علي صوتك بس عشان الجماعة اللي موجودين برضو أونلاين يسمعوك. Thank you.
عارف مثلا وجود دليل من ممكن ان الواحد يطلب الرد بعد كده. فيعني هل الحته دي في رمضانيه شويه دي ممكن تفتح لاي حد ان هو يعترض بعد كده او يطلب الرد لو ظهر اي مساله تبدو انها دليل اثناء مثلا اجراءات التحكيم او حتى بعد تسليم الحكم؟ شكرا لكم. تفضل يا فندم. السؤال هو يعني طرق مثلا الاي سي او ال سي ار اي مثلا ايه هو مثلا الطرف مثلا بيرشح مثلا المحكم الاي سي مثلا بتتاكد بتاكد التعيين ده. هل حضرتك شايف ان ده بيكون مثلا افضل لما الواحد يعين برضه المحكم مباشره ده بيكون برضه بيكون نوعا ما عارف شويه او يسمع عنه يعني اكيد مش هيعينه واحد ما يعرفوش خالص فده برضه يعني أصلاً لا يصير شكوك من الفناش. فهذا شايف من طريقة التعيين أو من المركز أو من الواحد يرشح بس المركز دايما يبقى أحسن منه. أي أسئلة تانية من الحضور؟ تفضل يا فندم. سلام عليكم. لو عايزة تاخدي ده أسرع. عشان بس الناس اللي أونلاين تسمعك. وصلت يا فندم شكرا. اي اسئله ثانيه من الحضور يا حضرات؟ طيب شكرا جزيلا. اتفضل دكتور كريم جاوب بقى على الاسئله دي وانا جهزت لك ثلاثه من اللي جايين لنا اونلاين. تمام. فكرة حبيت تضيف طبعا لان انا الاسئله موجهه لك كلها انا ماليش دور. لا اتفضل يا فندم. سؤال دكتور احمد والي، هل هناك التزام على المحكم تجاه الطرف الذي قام بتعييني؟ والله انا يعني طبعا المساله طبعا فيها خلاف. انا اللي شايفه واللي كتبته في الرساله حاولت احدد، قلت يعني هو في ده محكم له خصوصيه وله وضع خاص، فليه واجب ان هو مش يدافع عن الطرف الذي اختاره، ولكن ان يتاكد ان اراء ودفوع الطرف الذي اختاره تم فهمها من باقي اعضاء الهيئه. فكان يعني استاذنا الدكتور ميار يقول الفوات انتلكتشوال لازم يجب ان يكون امينا، مش مطلوب ان هو يبقى محامي ويحاول لا يقول والله في نقطه خلي بالكم دي خدوا بالكم منها، لانه ساعات بيكون كمان المحكم معاه من طرف جاي من نفس الخلفيه اللي جاي منها الطرف الذي عينه. ولكن قلنا في خطوط حمراء، وعلى فكره الخطوط الحمراء دي مكتوبه في
في قواعد مركز القاهرة لا يجوز أن يعيق المداولة أن يفشل الأسرار، ده كلام مرفوض جدا. فأنا شايف أنه كنت سميتها في الرسالة يعني غيرت، شو كنت كاتب bienveillance في نسخة المناقشة، بعد كده المصرف قال لي لا bienveillance يمكن قوية شوية خففها، فعشان ما زعلوش كتبتها vigilance اللي هو الحرص على أن أفكار ودفوع ووجهة نظر الطرف الذي عينه وصلت لباقي باقي أعضاء الهيئة. وعلى فكرة الكلام ده في أحكام سويسرية بتقوله، وفي في حكم فرنسي بيقوله، يعني هو يقولوا لما القضاء الفرنسي لا يفرق بين المحكم العام من طرف ورئيس الهيئة، ده في حكم فرنسي يمكن استئناف باريس 2003 يقول إنه ميزة هذا النظام أنه يسمح بوصول وجهة نظر الطرف إلى باقي الهيئة. فدي وجهة، بس فيه سنتقولك لا خلص أنا زيه. فلو الواحد مش عايز يلعب الدور ده ماشي. أنا بصراحة برضو كنت كاتب في رسالة بقول إن لو كل طرف تأكد إن وجهة نظر الطرف بتاعه وصلت، ده بيزيد من قيمة مبدأ المواجهة. ده احنا بنمد مبدأ المواجهة إلى مرحلة المداولة، فأنا شايف ده هيؤدي إلى حكم أكثر يعني دقة وأصح من الناحية القانونية والواقعية. بس مش بيقول إنه يدافع، يعني لو الموضوع الناس فاهمة كويس خلاص، لو في نقطة غايبة يتأكد بقى يعني. يعني أنا بصراحة شايف إن الموضوع ده كويس، لأن بنسمع ساعات إن في محكمين معين من أطراف ما بيعملوش حاجة خالص، يعني واخدها كده إيه يعني واخدها يعني سايب كل على رئيس الهيئة، فده برضو مش كويس. أنا أفضل إن الواحد يتأكد إن الطرف اللي قاله الطرف ده بيوصل، عن إن هو قاعد يعني سلبي باسيف ما بيعملش حاجة. دي وجهة نظر طبعا تقبل النقاش. وتاني بنقول لا، دي في خطوط يبقى محايدا، ولكن عليه كده يعني. وكان في الدكتور لاليف اللي أسس يعني بيير لاليف اللي أسس مكتب لاليف الشير في سويسرا، كان ليه تعبير لطيف قوي، قال لك انتوا ليه بتبصوا للحايدة دي بثنائية، إما محايدة أو غير محايدة، ده فيه دجغي، ده فيها درجات. فهو ممكن المحكم العام من طرف ده 90%، بس مش 50 مش 20، المحامي 20%، الخبير ممكن يبقى 60. الخبير ده قصه تانية برضو، انا شايف ان هو خبير مع المنطرق يعني ما هوش برضو زي المحكم، في اختلاف، المحكم قاضي يعني. فدي دي مساله يعني. بس شكرا على السؤال المهم جدا. طب تاذن لي يا دكتور، تاذن لي انا هاجي لحضرتك بس عشان نرد على دول، وهرجع لحضرتك، انا جاي لك يا فندم، اتفضل، عشان بس ما يبقاش في ديالوج. اتفضل. أنا بجري وراء الأسئلة برضو، معلش لو بتكلم بسرعة واحد شايف الوقت بيجري وأخرتكم معايا. يعني سعادة السفير شكرا طبعا على الدخلة القيمة، وده سؤال أنا أظن موجه أيضا للدكتور عبد الرؤوف، يا راجل يعني كان أنا يعني أنا اشتغلت شوية في التحكيم، بس أنا كنت رئيس هيئة يعني تحكيم، في الدكتور عبد الرؤوف يمكن عنده خبرة أكبر. السؤال يعني ماذا لو استشعر رئيس الهيئة بعدم حيدة أحد المحكمين، إيه دوره سعادة؟ والدكتور إدى اقتراحين. في اقتراح هو برضو اللي بنقراه دايما بيقولوا انه بيحرق نفسه، يعني انا مش محتاجين ناخد، مش محتاجين يعني يبلغ مؤسسة التحكيم او يفشي او يبلغ عنه، لانه غالبا بيحرق نفسه. بنمشي على ان احنا نوصل زي ما قال الدكتور لمرحلة البعث. انا كرئيس هيئة مستشعر مستشعر، بس مش لهذه الدرجة اوصل فيها ان اقول لا لا دي حالة بياخد تعليمات واضحه وصريحه، فده عزل. انما هذا الشعور ليؤدي الى حاله من عدم الارتياح للرئيس. ما لا لا خلاص، لو دي حاله بقى اللي هو يعني تحيز بس ما فيهوش افعال يعني مخالفه للقانون والاخلاق لافشال الاسرار، حركه ممكن نساله اسئله، طب ليه بتقول دي كده، ليه، طب بيجي بتها منين، يعني نحاول نبين له ان هو منحاز عن طريق ان احنا نسأله اسئلة، فيمكن يغير رأيه. ولو هو بقى يعني متربس ومش عايز يتحرك خالص هو حرق نفسه. بس برضو في نقطة يعني انا شايف برضو في مشكلة تانية، طبعا مش بتكلم على حضرتك طبعا دبلوماسي وسفير كبير، بس في ساعات بيبقى رؤساء هيئة التحكيم اظن يعني هو بطبيعتهم قلقانين من المحكم عن التربزات بقى، لو هو من جنسية مثلا فبيخافوا منهم، فممكن ساعات بيكون في شك غير مبرر من طرف رئيس التحكيم تجاه المحكمين المعين من الأطراف. فدي نقطة برضو لازم ناخد بالنا منها، عشان كده بنحاول لما نحاول نقول يا جماعة يعني خلينا نمشي مبدأ الفيجيلانس أو البيانفيانس، بنحاول نوحد شوية المعايير عشان نكون متفقين على ما هو دور المحكم المعين من الطرف. عشان دلوقتي في الواقع العملي في ناس بيبقوا محايدين 100% وفي ناس بيبقوا 20%، فالفكره برضو احنا عايزين نخلي الواقع
يعني اكثر تجانسا من الحاجة. بس يمكن الدكتور عبد الرؤوف عايز يضيف حاجه خلاص عشان نكسب وقت. تمام. الدكتور فارس عمران: طبعا انا متفق تماما يعني ان الحايده مهمه وليست اهم شيء. طبعا انا بقول ان هي اهم من الاستقلال او من الحياد في اطار هذه المفاهيم، ولكن الخبره مهمه جدا. طبعا لو عندي قاضي مثلا محايد بس ما عندوش اي خبره او اي اتقان للغه موضوع النزاع او الصناعه المتعلق بها النزاع، طبعا هيبقى مش هتفيدني الحايده. الحايده دي محتاجين نضيفها الى الخبره. عشان كده بقول ان الحايده دي ضروريه لعداله تحكيميه جيده، ولكن ليست كافيه. محتاجين برضو خبره يعني فنيه وعمليه ولغويه تساعدنا في انجاز فطبعا او شكرا على النماذج دي. وكان في فعلا حكم يعني استئناف القاهرة ذكر موضوع ان في يعني في محكم قدم قال لك دي اراء ده اللي بيطلبه من القسم اللي اختارني يعني. فدي نقطة مهمة. الزميلة من الإدارية شكرا على التوصية الجميلة دي. يعني الدكتور عبد الرؤوف كان عنده فكرة بخصوص الترجمة وكده. انا عايزك تكتب مقال بالعربي عن الموضوع. خلاص ماشي يعني دبس وتبقى حلت لي المشكله. مش هعمل رسالته بالعربي كتير تقريبا. شويه كتير، لكن لو عملت مقال بالعربي ونشرته مثلا في مجله المركز ده يشرفني. انت احنا هنبقى سعداء جدا ان عندنا اطروحه مترجمه باللغه العربيه في من واقع المجهود اللي انت عملته ده. تمام، ده يشرفني بقى. وخلاص ده ان شاء الله يعني قبل الصيف ان شاء الله زي كده ونبلغهم يساعدونا ننشر حاجه زي كده، تبقى حاجه جميله. ده يشرفني طبعا. شكرا ساتسفايد بكده. تمام. دكتور فارس كنت عايز تقول لنا حاجه في الموضوع ده؟ لا بتكلم عن موضوع بس عشان وقت. طيب شكرا جزيلا. اتفضل الاستاذ احمد خالد. استاذ احمد خالد موضوع الفرق بين التنازل بين خطر عدم الحيده والحيده ما كانش واضح قوي، وبتقول اللي انا لو فهمت يعني ان لو فرقنا بين الاثنين وقلنا يجوز التنازل عن خطر عدم الحيده ولكن لا يجوز التنازل عن الحيده، ده يبقى في ناس هتستغل الموضوع ده وترفع ده دعاوى بطلان وتقول اصل هو ده كان انا كنت مأمنه، ولما قريت الحكم لقيت ان كان في كلام يدل على عدم الحيده. طب ما يرفع يعني، ايه المشكله؟ في الان في فرنسا معظم القضايا على فكره المتعلقه بالحيده، بما ان الموضوع بقى صعب بيعتبروا ان هو يعني اي معلومه على الانترنت فهي معلومه، فدايما دلوقتي بيهاجموا الحكم. يقول لا انا كنت مطمن ان هو محايد جدا وما عنديش اي مشكله معاه، ولكن لما قرات الحكم لقيت ان هو يعني كان عندي انطباع في الجلسه انه كان يعني مقتنع بما اقول، ولما قرات الحكم لقيت عكس ذلك. فبيرفع يعني وبترفض، فهي مش مشكله كبيره يعني في نظري. بس انا افضل الباب ده يفضل مفتوح عشان المحكمين برضو ما يفتكروش ان هم عندهم كارت بلانش يعني شيك على بياض نقول لهم عايزينه. احنا قلنا لكم خلاص ان هو مش هنشك في المساله دي وهنعديها، بس مش بس اثبت ان انت جدير بهذه الثقه، وما نخافش يعني من الطعون، لان اللي عندنا قضاء متمكن ومؤسسات تحكيميه متمكنه هترفض الطعون الضعيف، مش هيفه مش مشكله كبيره يعني. وبرضو الحايده ده مبدا مهم جدا، وواجب يعني ان نبذل يعني الغالي والنفيس لكي نضمن تحقيقه. السؤال معلش ما كتبتش اسم حضرتك، يعني هل نفضل التعيين من المركز الاطراف؟ دي طبعا ده مساله كتب فيها كتير وكان فيها نقاش مع المحكم الشهير بولسون، وهو من انصار ان هو شايف طبعا ان ده هزل ان هو تعيين الاطراف، وده عايزين عداله بجد ما ينفعش الكلام ده. وفي اقتراحات كثيره في هذا المجال، ولكن الواقع العملي ان كل هذه الاقتراحات بقت بالفشل. ما فيش دوله منعت الموضوع ده ولا في مؤسسه تحكيميه منعت الموضوع. وانا شايف ان احنا مش لازم يبقى عندنا نموذج القضاء الوطني ده نطبقه بحسافيره. يعني انا شايف ان اختيار الخصوم للمحكمين او مشاركتهم ان ارادوا دي حاجه مهمه جدا عشان يختاروا ناس كويسين، عشان يختاروا حد يرتاحوا لهم. ففي فيها مميزات كبيره، ولكن طبعا لها عيوب. بس انا شايف يعني انا شايف ان هي يعني ممكن نتفق عليها، وفي في دول تسمح بالاتفاق على خلاف ذلك، ممكن طبعا ما فيش مشكله، بس ما نقفلش الباب تماما ونخلي هم الاطراف هم اللي يحددوا. بس يعني وبصراحه ما فيش حد يعني ما فيش اي جهه وافقت على الموضوع ده. الاخت من جامعه حلوان يعني انا ما اعرفش طبعا وقائع كل قضيه، فانا ما اعرفش ظروف الشغل عند حضرتك في حلوان، وموضوع ان يمكن الموقع ده موقع هام، فممكن نعتبر انه مفترض
ان الطلبه والاساتذه يعني يروحوا عليه كل فتره، ان يمكن لو ما اعرفش لو اتنشر اسمهم في الموقع بعت لهم نوتيفيكيشن. دي المساله برضو انا مش مهم بالتفاصيل فما اقدرش افتي فيها، ولكن اظن هي مختلفه شويه عن مساله التحكيم لو انا فهمته صح. يعني اللي عندنا في التحكيم بيبقى يعني في ساعات، يعني في مره حكم فرنسي طلع ان في موقع بيتكلم عن علاقه طرف بمحامي، ده كان هم في فرنسا وكان الموقع ده بالالماني وكانت معلومه يعني تبقى ساعات حاجات يعني صعب افتراض العلم في حالات ما. فانا شايف برضه معلش يمكن اجابه غير حاسمه وغير مرضيه لبعضكم، ولكن ظروف كل قضيه تبقى مهمه جدا. فانا ما اعرفش برضه ظروف اللي عندكم في الجامعه، فاسف يعني لو ما اديتش اجابه قاطعه وحاسمه. ما كده خلصنا افتكر. شكرا يا فندم. انقلك لسؤال جالنا برضو من زميل الاستاذ محمد فاضل، سمع مصطلح العزل من سيادتك يا دكتور وسمع الرد، فعايز لو حضرتك سريعا كده تقول لنا الفرق بين العزل والرد، مش كده؟ وده سؤال جالنا اونلاين برضو، الربط بين الحيدة المحكم والقاضي، عشان انت جبت سيرة القضاء والقضاء وعملت مقارنة سريعة كده يا دكتور كريم، فالناس عايزة تفهم منك برضو هل ممكن الربط بين الاثنين ولا في اختلاف. اكمل لك بقية الاسئلة اونلاين. ماشي يا تمام. في ناس بتقول لك ان النزول عن السلوك المحكم ممكن يؤدي إلى عدم بطلان، ولكن ممكن في أسباب أخرى زي عدم احترام حقوق الدفاع نشأ عن ذات المشكلة دي تؤدي إلى إبطال. يعني إذا كان النزول ده مش هيؤدي إلى بطلان، ولكن ممكن يبقى في سبب فرعي زي عدم احترام حقوق الدفاع يؤدي إلى بطلان. دي ملاحظة. ملاحظة. في ناس بتكلمك على مصطلح الحياد وشايفة إنه أفضل من عدم الحيد من ناحية اللغوية. في سؤال مهم جدا بيقول لنا عايزين رأيك في الدبل هاتنج. والدبل هاتنج معناها ان حضرتك ترتدي عدة قبعات، تجلس كمحام وتجلس كمحكم في قضايا في ذات الوقت، تبقى قاعد جنب الدكتور كريم كمحكم والصبح ممكن تترافع قدامه كمحام. ايه رأيك في الدبل هاتنج يا دكتور؟ الأسئلة يعني طب يعني قدامنا ممكن نحاول 5 دقايق اللي فيها كله هيبقى صعب شويه بس نحاول. وانا بعتذر للجماعه اللي اونلاين، في ناس ابدت اسئله ما تخصش الندوه تتعلق بالمركز، يمكن توجهوها للمركز لو تقربت. القيد في المحكمين والى اخره. اتفضل. تمام. ادي الاسئله. ده دبل هاتنج. دبل هاتنج. طب الدبل هاتنج يعني هو اللي ساله وانا اعرفه يعني زميلنا هشام الوكيل، فانا هقابله ممكن ابقى اجاوب عليه يعني بتفصيل اكتر. هو الدبل هاتنج طبعا ليه عيوب وفي محاكم نظمته. اظن الكاس مظبوط المحكمه التحكيم الرياضي تمنع ان الشخص يبقى في نفس الوقت محكم ومحامي، لان ده بيزيد من تعارض المصالح. هو طبعا افضل ان هو ينظم، ولكن مش بالضروره ان هو ينبئ ذلك عن خطر عدم حيدة. المشكله ساعات اللي بيحصل ايه، دي كانت حصل فيها يعني المرحوم منوال جوار كان عنده قضيه كان فيها نفس المساله مطروحه، هو كان قضيه فيها محامي وقضيه ثانيه كان فيها كمحكم. فالمشكله ان هو كان كمحامي بيدافع عن راي هو المفروض يفصل في نفس المساله كمحكم. فالمحكمه كانت محكمه لاهاي، المحكمة الوطنية مش محكمة التحكيم الدائمة، ردته لأن ساعات كان فيها تضارب مصالح، ولكن في حالات ما فيهاش تضارب مصالح. فالمسألة معقدة، ولكن الاتجاه الحديث إنه بيحاول التقليل من دبل هاتنج لأنه باب لتضارب المصالح. وأنا سعيد نتكلم مع هشام في أكسفورد، نروح نزوره وأحب أسمع رأيه، أكيد رأيه برضه متميز. القاضي والمحكم والفرق ما بين الحيدة لا أظن في فرق، أظن في فرق لأن المسائل التي تصور مختلفة. احنا شفنا أصلا يعني في مسائل احنا ما عندناش مثلا في التحكيم مشكلة رئيسية في القضاء اللي هي الاستقلال والعقب السلطة التنفيذية مثلا،
مش موجودة. ما عندناش في القضاء الوطني فكرة إن الأطراف يختاروا القاضي، فالمسائل التي تصور مختلفة. لذلك أنا من مؤيدي ألا نعتمد على أسباب الرد وعدم الصلاحية بتاعت القضاء ونطبقها على المحكمين. والحقيقة ده كان اتجاه قديم جدا وكان موجود في فرنسا لحد التسعينات، ولكن بعد ذلك رأى القضاء الفرنسي أنه يجب تحرير موضوع حيدة المحكمين من موضوع حيدة القضاء، لأن الموضوع يختلف. زي ما قلنا لو طبقنا معايير القضاء حيدة القضاء فيعني حمرد محكمين كتير جدا، واللي يرى القائمة البرتقالية دي بالنسبة للقضاء معناها رد أكيد، ولكن في قائمة الـ IBA Guidelines ممكن ما نعتبر ما فيهاش عدم حيدة. الحياد أفضل من الناحية اللغوية، يعني زي ما نردد كلام العلماء أصول الفقه، لا مشاحة في الاصطلاح. أنت المهم تحدد ما تقصد بالحياد. أنا كنت بقول الحياد هو النيوتراليتي، وده على فكرة يعني الأمم المتحدة عندهم يوم عالمي للحياد ترجمته نيوتراليتي. فأنت لو بتترجم الحياد بأنه يعني عدم الميل والانحياز لطرف، ماشي مفيش مشكلة، ولكن هنترجم نيوتراليتي بإيه بقى؟ احنا برضو عايزين كلمتين مختلفتين. ما عندنا ايه؟ عندنا ثلاث كلمات اساسيه، اندبندنس وامبارشاليتي نيوتراليتي. فانت لو ترجمت الحياد الامبارشاليتي بالحياد، امال النيوتراليتي تبقى ايه؟ فدي ايه طبعا المهم يكون في تطبيق ليها ويكون ضمان على ارض الواقع. انا بس هيك المحفل العلمي فهمنا نتكلم شويه في المصطلحات. ومحكمه النقض طبعا حكم عظيم جدا، ولكن بتستخدم الاثنين على فكره. ولكن مثلا في الاي سي سي مثلا الترجمه العربيه بيستخدموا الحيده. فانا شايف برضو من الواقع العملي الحيده استخدامها اكبر، فقلنا ناكد هذا الاستخدام الذي اراه يعني مناسب اكتر. بس المساله طبعا فيها نقاش واخذ ورد. عندك بقى حاجه عزل ورد؟ يعني هو العزل افتكر اوسع من الرد. العزل ممكن لاسباب مثلا صحيه مثلا او كده، والرد اكتر متعلقه بموضوع الحيده حسب فهمي يعني. يعني ما تقومش بمهمتك، بتعطل وغير آخر، فممكن تعزل. وعدم الصلاحية دي يعني مش موجودة في التحكيم، يعني ما بيفرقش بين الرد عدم. يعني طبعا كل المرفات المصري في عدم صلاحية وفي رد وفي تفريق بين الاثنين. طبعا عدم الصلاحية دي بقى الحكم يعني وزن باطل وده. في التحكيم ما فيش التفريق دي، والموضوع رد بس. وما فيش يعني قائمة في التشريع الوطني، ما عدا افتكر يمكن التشريع الهندي حط قائمة كده، بس معظم الدول بيقول يجوز الرد لو صارت شكوك موضوعية يعني او لا مبررة. فالمسألة مفتوحة اكتر يعني. اعذروني ان انا اتكلمت شوية بسرعة بعض الاحيان، الواحد الوقت بيجري والكلام كتير. انا بقول لكم يعني ما اتكلمتش يمكن عن عصر الرسالة، فتخيلوا بقى لو كنا احنا ممكن نقعد لغاية رمضان لو حبينا يعني نخش في كل التفاصيل. وانا سعيد لحد عنده سؤال يعني تواصل معايا على لينكد ان يبعت لي يشارك معاه افكاره، يمكن اغير رايي. ما عنديش، انا بحاول ابقى محايد وعندي صفاء ذهن وانفتاح على الاراء المختلفه. انا مستعد لتغيير رايي لو كان اثبتوا لي يعني ان رايي فيه عوار. شكرا مره اخرى للدكتور عبد الرؤوف على دعواته الكريمه على تنظيم هذه الندوه، وشكرا ايضا للجنود المجهولين الاستاذه شيرين فتحي والدكتوره داليا وكل من ساهم يعني في وجود هذه الندوه. ويعني شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لحضراتكم، واطلنا عليكم ولكن استمتعنا بك يا دكتور، وموعودين بترجمه او مقال باللغه العربيه في هذا المجال. شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا للحضور اونلاين على حضوركم. في معجبين بيشيدوا بمحاضرتك القائمة المتميزة يا دكتور، ونراكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا جزيلا. السلام. أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ إن شاء الله تكون بخير. أهلا بيك.